صباح الخير، صباح الورد والياسمين على عيون كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الرشيدة الفضائية وين ما تكونون بداخل وخارج العراق. يتجدد لقاءنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج يوم جديد، حنكون متواصلين على مدار 3 ساعات من الوقت برفقة فقراتنا. قبل أن نتعرف على مواضيع فقراتنا اللي حترافقنا لحلقة اليوم، لكل اللي حابين يتواصلون ويانا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، فيسبوك نيو داي، تويتر نيو داي ALR، يوتيوب الرشيد ميديا، وأيضا الإيميل الخاص ببرنامج يوم جديد نيو داي @الرشيدميديا.com. مشاهدينا تشاهدون بحلقة اليوم من يوم جديد، شمم ورياضة صباحية وفقرة فتنس. التهاب حصى المرارة وعلاقتها بالسمنة وأمراض أخرى في حديث مع الدكتور مجيد العامري. ونلتقي مع فرح وأبسط الطرق لتصفيف الشعر والعناية به. ومن لندن احتفال موسيقي للاحتفال بفناني موسيقى الروك. وعرض للأزياء الرجالية لموسمي الربيع والصيف. ومن بغداد مهرجان لإحياء الأغاني التراثية للفنانة مائدة نزات. ونلتقي مع جنان وتوقعات الأبراج في زودياك. أضاف مشاهدينا إلى فقرات البرنامج الأخرى حول الطقس وحركة المرور والطائرات وكتبة بغداد وتقاريرنا المنوعة. أما الآن فرح نكون مع علي وحول الطقس، صباحك سعيد. صباح الخير علي الشهد وعلى كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النشرة الجوية والدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العواصم العربية والعالمية، وبداية من الحدث الأبرز، وفي صور نشاهد عملية إطفاء الحرائق في أندونيسيا بعد الحرائق اللي نشبت في عدد من المزارع، وتعتبر حرائق مفتعلة وأثرت بشكل كبير على كل من أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وأعلنت حالة الطوارئ في عدد من المدن في كل من ماليزيا وسنغافورة، وبعدها تتم عملية إطفاء الحرائق من قبل الإطفاء والسلطات الموجودة في أندونيسيا. وبهذه الصور نشاهد الحرائق اللي موجودة في أندونيسيا اللي كانت مفتعلة من قبل المزارعين في تلك المناطق. إذن كان هذا الاستنفار بعد المناشدات اللي قدمتها كل من أندونيسيا، كل من ماليزيا وسنغافورة إلى السلطات الأندونيسية لإخماد هذه الحرائق التي أثرت بشكل كبير على البيئة والطبيعة في سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا. نعود لنعرف درجات الحرارة، وبداية من المحافظات العراقية
والمحافظات الشمالية، وتعتبر درجة الحرارة اليوم مقاربة إلى درجة الحرارة في اليوم السابق. نلاحظ أن دهوك 39 وأربيل 39، سليمانية 40 وسليمانية 40 ونينوى 43، أما كركوك 43 وتكريت 39 درجة. في غرب العراق الأنبار 43 والرطبة 39، ونلاحظ أنه تصاعد غبار في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد. بغداد 44 وديالى 46، كربلاء 44 درجة. أما في بابل اللي تكون بيها درجة حرارة مرتفعة 45 وواسط 46، النجف 44 والديوانية 45. أما ديقار اللي تكون بها أيضا درجة حرارة مرتفعة قياسا بالأيام السابقة تكون 44 درجة مئوية. العمارة 45 والسماوة 43، وأخيرا في المحافظات الجنوبية تكون البصرة 46 درجة ومرتفعة درجة واحدة قياسا بالأيام السابقة. إلى دول العربية وعواصمها، نلاحظ أنه مكة المكرمة مستقرة على 45 درجة والمدينة المنورة 41، أما مسقط مع غيوم متفرقة تكون 43، دبي 41 والدوحة 39، صنعاء نلاحظ أنه جو مشمس وتكون درجة حرارة بها 30، المنامة 35 والكويت 38 درجة مئوية، عمان 33 ودمشق 36، أما بيروت تكون 30 وأيضا غيوم متفرقة في كل من دمشق وبيروت، أما القاهرة تكون 36 درجة مئوية. إلى دول المغرب العربي، طرابلس 26 وتونس 26 أيضا، أما الجزائر تكون 22 وجو معتدل، الرباط 24 درجة مئوية وأيضا جو معتدل، وأخيرا في العواصم العربية نواكشوط اللي تكون 40 درجة وهي مرتفعة قياسا بالأيام السابقة مع جو معتدل. من العواصم العربية إلى العواصم العالمية، وبداية من لندن اللي تكون بها 13 درجة مئوية وهطول للأمطار، مدريد 17 وروما 20 وجو مشمس، أما باريس فتكون 13 درجة مئوية وهطول للأمطار أيضا، أثينا 29 وأنقرة تكون بها درجة حرارة مرتفعة أيضا قياسا بالأيام السابقة تكون 28 وغيوم متفرقة، موسكو 24 وطهران 27 وغيوم متفرقة ومن المحتمل تساقط أمطار، أما كابول تكون 34 وإسلام أباد 43، نيودلهي تكون 45 وهي مستقرة على درجة حرارة 45 لأيام وجو معتدل فيها، أما بكين تكون 30 درجة مئوية وطوكيو 26 وغيوم متفرقة، أما سيول أخيرا تكون 29 وهي مستقرة على هذه الدرجة. نعود إلى بغداد وحالة الطقس فيها، موعد غروب وشروق الشمس، سيكون غروب الشمس في تمام الساعة 7:16 دقيقة وشروقها اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 4:54 دقيقة. سرعة الرياح المسجلة اليوم في بغداد تكون 12 كيلومتر في الساعة واتجاهها يكون 4.1 ويكون اتجاه شمالي، أما مستوى الرؤية يكون 5 كيلومتر، وأكيد تصاعد الغبار في فترة النهار يؤثر على مستوى الرؤية. نسبة الرطوبة 5% ونقطة الندى 0، أما الضغط الجوي حيكون 1000 وحالة القمر يكون فول مون. درجات الحرارة المسجلة الصغرى والعظمى لليوم وغدا وبعد غد، اليوم العظمى 44 والصغرى 29 وغدا 44 والصغرى 30، أما بعد غد تكون 46 العظمى والصغرى 30 درجة. تابعنا معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العواصم العربية والعالمية. نعود إلى شهد تكملة فقرات برنامج يوم جديد لسي الجو. شكرا لك علي. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على درجات الحراره لصباح اليوم لمحافظات العراق وعواصم الدول العالميه، راح ننتقل حتى نتعرف على حركه السير في شوارع بغداد بفقره بغداد الان. We'll be right back.
مشاهدينا ينضم لنا عبر الهاتف من اعلام المرور العماليه العاصمه بغداد العميد عمار. صباح الخير عليك. صباح الخيرات شهد، وصباح الخير على جميع المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا بكم. شكرا لك. سيادة العميد، يا ريت عرفنا على حركه السير بشوارع بغداد لصباح اليوم من ناحيه مناطق الكرك والرصافه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد، احنا دائما كل خميس يعني نشاهد اكو سيادية اكثر من باقي الايام في حركه السير والمرور. نعم. في شوارع بغداد. اليوم الصباح كان هناك حادث مع الاسف، يعني حادث على طريق محمد القاسم. اكيد سبب انه زخم شديد ضمن الطريق. حاليا بدات تكون حركه السير احتياطيه، بس بعد الزخم لا زال الملعب الشهير في داعي النهضه. نعم. لكن كمسببات الحادث، وايضا على جسر الدور السريع كان هناك حادث ايضا. وحادث مع الاسف يعني مركبه كبيره مع مركبتين صغيره. نعم. بس نتمنى السلامه بدايه للمواطنين اللي كانوا بالحادث موجودين. هذه مثل هذه الحوادث وعلى طريق مرور سريع، يعني مجرد توقف دقيقة يحدث في حركة السير والمرور يسبب لنا زخم قد يطول إلى نصف ساعة أو أكثر من ساعة. ولذلك إن شاء الله إحنا متفائلين حركة السير تكون طبيعية. باقي مناطق بغداد المركزية نفس الكثافة اللي المفروض اليومية اللي نعممها، خاصة ساحة التحرير، ساحة الخلاني، شارع أبو نواس، المنطقة من جسر السنك باتجاه الخارجية، والمنطقة المحصورة ما بين فندق رشيد وجسر الجمهورية. هذه منطقة كثافات حقيقة، لا زال موجود شارع مطار مثل مقرب السيطرة، أو بورا من العظمية باتجاه منطقة الإسكان، جسر ابن حيان، هذه لا زالت الكثافات موجودة ضمن هذه المناطق مع وجود المفارق الله يبارك فيهم. احنا نحب دائما ننوه وننصح اخواني المواطنين التقيد بالسرعة، لأن تسبب لنا حقيقة يعني مناطق قليلة قد يستطيع السائق يخدها بسرعة في بغداد، لكن تكون هناك حوادث مع الاسف بعض الاحيان تكون مميته. ولذلك ننصحهم التروي بالقياده، عدم ارتكاب اي مخالفه حتى لا يتعرضون للمساءله القانونيه اللي هم دا يشوفون حاليا. مفارز المرور موجوده ودا تحاسب وتشدد في المحاسبه على المخالفه. الهدف هو مو فقط المحاسبه، الهدف هو نظام مروري، الهدف هو سلامه المواطنين. اني ارجو ان ما اكون اطلت عليكم شهد، لكن احب ااكد من خلالكم ودا ناكد يوميا، لا زال هناك بعض المواطنين حقيقه عندهم التباس لموضوع سيارات الفحص المؤقت. نعم. الفحص المؤقت هي نوعين، النوع الاول الفحص المؤقت للسيارات المستلمه من شركه العامل للسيارات، وتبديل هذه اللوحات وفق التسلسلات 150,000 حاليا لغايه 135,000 في موقع الحسينيه، ولغايه يوم 30/7 بامكانهم المراجعه. زيان. اما الفحص المؤقت المستورد شخصيا فهذا موقع الغزاليه، موقع الظلال، من 1 إلى 25,000 باستطاعتهم المراجعه. نعم. هذا حتى لا يكون التباس ونعتذر المواطن يومين يكرر هذه، لان الكثير من الاسئله تكون يكون هناك التباس لدى المواطنين بخصوص المراجعه. نعم. شاكر لكم شهد، اذا عندكم اي سؤال انا حاضر، اتمنى السلامه عليك ولجميع الاخوان. شكرا جزيلا لتنويهك، نتمنى السلامة لحضرتك، نتمنى السلامة لجميع المواطنين. العميد عمار من علامة المرور العملية العاصمة بغداد، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، من فقرة بغداد الآن ننتقل لحركة الطائرات في مطار بغداد الدولي.
مشاهدينا الكرام مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم. انضمت لي داخل الاستوديو زهراء. يسعد لي صباحك. صباحك اسعد يا شاهد. نتمنى صباح كل مشاهدينا يكون سعيد مليء بالخير والمحبة والعافية. تكون بداية يوم موفقة لكل مشاهدينا سواء المتوجهين إلى أعمالهم أو إلى قضاء مشاغلهم، حتى المتابعي قناة رشيد الفضائية. نتمنى لكم أوقات سعيدة ومتعة برفقة فقرتنا اليوم وباقي برامجنا لهذا النهار. أكيد نتمنى متعة المشاهدة لكل مشاهدين من خلال برنامج يوم جديد وحتى برامجنا الباقية. اليوم زهراء راح نتحدث عن أهمية الشاي الأخضر لكل حابين يتخلصون من الوزن الزائد. بإمكانهم يشربون الشاي الأخضر مع الليمون بعد كل وجبة، ممكن بعد وجبة الإفطار، بعد وجبة الغداء، العشاء، لأنه راح يساعد على حرق الدهون بكميات كبيرة. للإضافة إلى يحمي الجسم من العديد من الأمراض، من ضمن هذه الأمراض هو تصلب الشرايين وأيضا الذبحة الصدرية، طبعا اسم الله على كل السامعين. فدائما ننصح إحنا بتناول الشاي الأخضر أفضل من الشاي الأحمر. اللي احنا نسميه شاي اسود، شاي العراقي تعرف عليه بكل وجبه لازم تكون. شاي هو الشاي الاحمر بس بالنسبه للعراقيين هو الشاي الاسود لانه ثقيل. طبعا هذا نهائيا مو صحي، هو الشاي الثقيل. طبعا اضافه ننصح مشاهدينا اللي يتناولون الشاي الثقيل انه يقللون من عنده لانه ممكن يسبب لهم الامساك. يمكن هذا نوجه دعوه حتى نبدي بالتقليل من الشاي الغامق او الشاي الاحمر. نعم. توجه الى الشاي. بس يا ترى راح يسمعون كلام العراقيين؟ ممكن جزء بعض الاماكن حيكون ما اعتقد لانه عشاق الشاي الثقيل. يعني نتمنى من كل المشاهدين اوكي احنا صعب كعراقيين معتادين على الشاي الاسود او الشاي الاحمر اللي ماخذيه دائما بكل بعد كل وجبه او مع كل وجبه، بس مع هذا نحاول ما نقطع نهائيا، نقلل ونضيف الشاي الاخضر نبدي نعتاد عليه سواء كان مع الليمون مثل ما ذكرت شهد وحتى مع النعناع وحتى وحده بحد ذاته يحمل كثير من الفوائد الصحيه اللي احنا محتاجيها ومحتاجين بان تكون عندنا ثقافة غذائية صحيحة حتى نحافظ يعني على ما تبقى من الصحة، وإن شاء الله صحة وعافية لكل مشاهدين. إن شاء الله. زهراء بكل صباح محتاجين بعيدا عن هذه الأغذية محتاجين لممارسة الرياضة. ضرورية الرياضة لازم تكون بشكل يومي ونأكد عليها، حتى اللي كان عنده نوع من الكسل أو الخمول أو اللي يقول لا صعبة أنا هسه يدوب لحق أوصل للشغل أو مستوني قعدت من النوم صعب أن أسوي تمارين رياضية، لا لازم شوية نضغط على نفسنا مرة مرتين حيكون عندنا هذا عادة صحية بهي ممارسة التمارين الرياضية وحنبديها. حاول اللي ما كان يعني مارس الرياضة من قبل خلي يبديها من اليوم ومن خلال متابعتنا لفقرة فتنس مع شمام. صباح الخير. مثل ما وعدتكم انه رح نحكي هالفتره عن الرجيمات القاسيه او الحميه القاسيه. كلكم بتعرفوا انه الحميه القاسيه رح تفرطوها بعد فتره، رح تتعبوا، ما رح تقدروا تكملوا، رح ترجعوا تستعيدوا الوزن. تغييرات كثير بسيطه بتفيدكم، يعني مثلا بدل ما ناكل خبز ابيض فينا نستعين عنه بخبز قمحه كامله او حنطة. بدل ما نشرب مشروبات غازية فينا نشرب نكتر مي، نشرب عصير، عصير يكون فريش نعصره نحن بالبيت. فينا بدل ما ناكل مقالي ومواد دسمة وفيها دهون كتير ناكل خضرة، نكتر من الخضرة كتير بالأخص بالربيع. بدل ما ناخد قطع شوكولا أو شيبس أو هيك قصص فينا ناخد قطعة فواكه أو فواكه مجففة كتير مفيدة. واهم شيء اهم شيء انه تحبوا حالكم وتعملوا معنا سبور. وراح نبلش هلا مع بعض، راح نشتغل على الجسم على جسمنا من فوق، يعني راح نمرن ايدينا، كتافنا، صدرنا، خصرنا، الجزء العلوي من جسمنا. نبلش سوا مع بعض، راح ناخذ نفس كمان مره. راح نستعمل الاوزان، ركب متنية، منا كتير متنية لقدام، شوي ركب رخوة يعني، ظهرنا دايما جالس، الكتاف لورا، بطننا ومعدتنا مشدودين. راح نبلش ايدينا متنيين زاوية قائمة على مستوى الكتف، راح نعلي لفوق، نرجع نفتح على طرف 2 3 4 5 6 7
8 9 10 راح نسكر لقدام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نجمع الحركتين مع بعض، مرة لفوق ومرة منسكر لقدام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح ننزل لتحت، ايدينا قريبين كتير من جسمنا، كوعنا متنيين، رح نفتح على طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هالمرة رح نفردهم على طرف، نفتح ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نجمع الحركتين مع بعض لتحت، رح نعلي على طرف، نفردهم، نرجع منفيهم لتحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. واخر مرة 10. مريح شوي، رح نشتغل شوي على الخصر، نوسع قد ما فينا على طرف، منشد نرجع على طرف 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نثبت على طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي تاني طرف مع بعض 1، نوسع اكثر على طرف 2 3 4 5 6 7 8 9 10. على طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نتني شوي ركبنا، رح نعمل الطرفين مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نستعمل الوزن، رح نشتغل خصر كمان مع بعض 1 نرجع طرف 2 3 4 5 6 7
8 9 10 تاني طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طرفين مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح نريح شوي عالطرف رح ننزل لتحت نبرم ثاني طرف عالطرف لتحت رح نبرم شوي شوي لفوق اوكي مع بعض رح نشتغل على عضلات الذراع من هون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نثبت تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نرجع من عيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نرجع نثبت تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نبدل تاني طرف مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نثبت تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نرجع نعيد 1 2 3 4 5 6 رح تكون ايدك اقرب اوكي رح نثبت تحت ظهرنا دايما جالس نثبت اكثر اصغر لورا 2 3 4 5 6 7 قريب كثير من دانك لورا اوكي رح نرجع للخصر مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد كمان 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. رح ننزل قريب من جسمنا على الطرفين 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نثبت على طرف اليمين حركة كتير صغيرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نثبت شوي، عم نحس خصرنا عم يوجع شوي. طرفين مع بعض مرة تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نثبت على طرف اليسار حركة كتير صغيرة 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نثبت شوي تحت. اوكي، ايدينا الاثنين مع بعض، رح نتني ركبنا بنفس الوقت، نتني الكوع لورا ونرجع منشد لفوق 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ننزل نسكر شوي، نبرم بخصرنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، شوي ستريتشينج، نشد على طرف لفوق قد ما فينا. اوكي، شد الكتاف، تاني طرف لفوق وعم نتنفس. ما في ست ما بتحلم انه يكون خصرها كتير صغير، بقى كرمال هيك عيدوا هالحركات مرة او مرتين بالاسبوع ما عدا اللي بتعملوهم معي لحتى تستفيدوا اكتر لتاخدوا نتيجة كتير حلوة. رح ناخد نفس وهيك نكون خلصنا لليوم، وبشوفكم بكرة. باي. سعد لي صباحكم من جديد احبتنا المشاهدين، نستمر وياكم فقراتنا لهذا اليوم، حنكون مع فقره شلون صحتك، وفي هذه الفقره حنتحدث عن حصى المراره، اعراضها، اسبابها، طرق علاجها، وحديثنا حيكون مع ضيفنا الدكتور مجيد العامري استشاري جراحه عامه. من جديد اهلا بكم، انضم معنا بالاستوديو ضيفنا الدكتور مجيد العامري استشاري جراحه عامه. صباحك سعيد وانا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بكم، عليكم وعليكم المشاهدين، صار ان شاء الله صباح جديد على كل المتابعين. نورتنا دكتور. دكتور حديثنا حيكون عن حصى المراره، لكن في البدء يكون توضيح بشكل سريع لو سمحت، فائده وجود المراره وفيما لو تعرضت لالتهاب او حتى وجود الحصى بها، كيف هو حيأثر على وظائف الجسم؟
نعم مثل ما معروف أنه المرارة هي واحدة من الأعضاء اللي تابعة للجهاز الهضمي، إذن لها علاقة في عملية الهضم. نعم. والإفرازات مال الكبد عندما تفرز أكو أقنية صغيرة تنقلها من الكبد إلى مكان هو يشبه الكيس، يحتوي حوالي على 50 سي سي اللي هي احنا نسميها عصارة المرارة، اللي هي أصلا مادة هاضمة تنفرز من الكبد تخزن هناك. وعندما الإنسان يأكل من توصل محتويات الأكل إلى الأمعاء يبدي المرارة تتقلص وتدفع محتوياتها إلى أعلى الأمعاء الدقيقة اللي احنا نسميه ديودينم أو بداية الأمعاء الدقيقة، وتشترك في عملية هضم وخاصة هضم الدهون. طيب هذا في وضعها الطبيعي. متى تبدأ المشاكل في المرارة؟ تبدأ هي من خلال التهابات بسيطة، من خلال فيروس أو بكتيريا، أو من خلال غذاء ممكن يسبب مشاكل؟ بداية حتكون من أين؟ نعم، واحدة من المشاكل المرارة هي تكوين الحصى داخل المرارة. ومثل ما معروف أنه المكونات أو المادة نسميها البايل اللي تفرز المرارة، اللي هو أصلاً ينخزن بالمرارة ولا هي متسوي، إنما الكبد هو اللي ينتجه وهو اللي يخزنه بالمرارة، مكوناتها تختلف من شخص لآخر شافه. وبالشخص الطبيعي تكون هاي المكونات في نسب معينة على شكل مثلث، إحنا نسويها بالطب حتى تبقى، فأكو معادلة بين ذني الأضلاع المثلث الثلاثة اللي هي مكونات البايل اللي موجود بالمرارة. فعندما تختل نسبة هذه المكونات تؤدي إلى تكوين حصى. حصى المرارة من الأمراض الشائعة الانتشار في كل العالم، وبلدنا واحد من عندها. أكو نسميها predisposing factor أو اللي الأشياء اللي تشجع على تكوين المرارة، هم يسمونه lithogenic bile، يعني المكونات التي تحتويها البايل تصير مرضية بحيث تؤدي إلى ترسب، وبعدين تصير فد نقطة احنا نسميها نايدس، وبعدين هاي تبدأ تكبر شوية شوية من خلال ترسب ما موجود من هذه المكونات البايل. من شافوا من العوامل اللي يشجع عليها، شافوا أغلبهم بالفيميل يعني بالنساء، أغلبهم فوق عمر 40. طيب دكتور، يعني النساء أكثر عرضة لحصى المرارة من الرجال؟ نعم أكيد موجودة أسباب، يعني هنا لهذه الحالة أسباب. نعم أول شيء احنا نسميها الفيرتيليتي، يعني فترة الامرأة من تكون قابلة للولادة، يعني قابلة للحمل والولادة. شافوا سن الإنجاب. نعم شافوا أنه هاي واحدة من الأشياء اللي يسببها، ويعتقدون أنه الهرمونات الأنثوية اللي موجودة بالنساء واحدة من العوامل اللي تؤدي إلى استغنيشن، يعني يبقى البايل أو مكونات المرارة تبقى بها لفترة أطول، لأن هذا الهرمون يساعد على عدم حركة المرارة وتقلصها. فشافوا أنه النساء بصورة عامة أن أكثر أرضى بسبب الهرمونات، وشافوا الامرأة الولادة أكثر من طفل أدها أرضى أن تكون أكثر إصابة بالحصى، وشافوا اللي عمرها أكثر من 40 إحنا نسميها الأفات FFF female fatty fertile. نعم فشافوا ان الاشياء كل مراحل عمرها المراه هي معرضه لحصى المراره، يعني هي حتكون بس الاكثر فوق ال 40 40 ابوف. طيب دكتور، ذكرت هو المشاكل ممكن تبدا في المراره هي بوجود او تكون الحصى، يسبقها التهاب ام التهاب ياتي بعد تكون الحصى؟ لا، مرات وفي حالات نادره، يعني مو حالات كل الشائعه، ممكن ان نلقى التهاب المراره بدون حصى، بدون، بس الاغلب هو انه الحصى اللي موجود بالمراره بعدين هو يؤدي إلى التهاب المرارة. التهاب المرارة بالنسبة للحصو أو بدون الحصو ممكن أن يكون مزمن وممكن أن يكون حاد. حصات المرارة تصير ممكن أن تصير متعددة، ونشوف مرات توصل مئات في مرارة واحدة. في مرارة واحدة. في مرة واحدة يعني، وممكن أن تكون وحدة ما كبيرة أو صغيرة. عادة الحصات اللي صغيرة وأكثر من واحدة بها مضاعفات أكثر من الحصات الواحدة الكبيرة. سبب إحنا مرات هواي ناس، يعني حوالي 15 إلى 20% من البشر، نعم،
عندهم حصات المرارة بس ما يحسون بها أبدا، ويمكن يجي على غير مرض نبدأ نسوي له تحاليل للمرض اللي هو جاي يشكي من عنده، نلقى أكو حصوا بالمرارة، هو يسموه أسيبتوماتيك، يعني ما بها أعراض نهائيا. لو موجودة ببعض الحالات بها أعراض، ممكن أن المريض يحس شوية عدم ارتياح، شوية انتفاخ، شوية غازات ممكن، بس أكو مرات يجي أبدا كل شيء ما فيه ولا عنده أي أعراض وبس هو يحتوي عليه. طيب دكتور، من هذه الحالة حتى المشاهد يكون على دراية وحتى من باب التوعية، كيف ممكن بأن هو إذا ما موجود به أعراض حتى يستدل عليها، ممكن هناك تكون أسباب تخليه يفكر بأن هو يجب أن يسوي فحوصات بين فترة وأخرى، حتكون بها عامل وراثي، تكون بها طبيعة النظام الغذائي أو حسب الجسم هو استعداده لتكوين الحصى، أم أمور أخرى؟ حتى بالمقابل الشخص يقول أنا يجب أروح كل مدة أسوي فحوصات أتأكد بأن مرارتي سليمة. نعم، هو العالم هسه بده حتى الشخص الطبيعي، يعني ماكو واحد 100% طبيعي، اكيد اكو فد يعني فد اختلافات من شخص لاخر، واكيد اكو امراض جزء من بينه امراض بسيطه. شافوا انه بصوره عامه الامراض اذا انت اكتشفتها مبكر وصار العلاج مالها مبكر وفعال، ممكن تعيش حياه طبيعيه حتى لو كان مزمن المرض. فلهذا العالم بده يعني على أقصى حد كل سنة واحد يشيك فد مرة، لأن هواي أمراض ممكن أنه هواي ناس يجون عنده سكر وما يعرف، مرة يقول عنده التهاب مجاري بولية، مرة يقول أنه يقعد يلعف ويتبول أكثر من مرة فيصور أنه هاي التهاب مجاري بولية. فهو مو بس الشخص اللي عنده أعراض، حتى الشخص السليم المفروض يشيك كل فترة يشوف شنو اللي صار، وبعدين على الأقل يصير ستاندر عنده من يصير أي مرض معروف شنو الأشياء اللي هي كانت طبيعية بالنسبة له. طيب دكتور، احنا مستمرين بحديثنا عن حصى المرارة والمشاكل والأعراض والعلاج وتفاصيل أخرى، لكن الآن لو سمحت عندنا تقرير عد زميلنا أرشد الحاكم عن هذا المرض فلنتابع. المرارة هي كيس يوجد قريبا من الكبد، وظيفتها الأساسية حفظ وتخزين العصارة الصفراء التي تساعد في عملية هضم الدهون، وعادة ما تصاب هذه المرارة بالتهابات حادة، قد يكون سببها وجود حصات في القناة المرارية إضافة لأسباب أخرى. مغص شديد في البطن وتحت القفص الصدري يصاحبه ألم شديد خاصة بعد تناول وجبات الدسمة، يرافقه ارتفاع في درجات الحرارة، فضلا عن أعراض أخرى تستوجب مراجعة الأطباء لعلاج هذه الالتهابات، أما عن طريق المضادات الحيوية أو التداخل الجراحي. إن عملية استئصال المرارة أصبحت ممكنة وبشكل متطور، وقدمت فوائد كبيرة من ناحية بقاء المريض في المشفى لفترة قصيرة ثم يعاود بعدها العمل وبوقت مبكر. لبرنامج يوم جديد، أرشد الحاكم، قناة الرشيد الفضائية. مرين وحديثنا عن حصى المرارة دكتور، من خلال الحديث ومن خلال حتى نستدل على العوامل اللي ذكرت، هي عوامل غير يعني تكون هي مختلفة من شخص إلى آخر، لكن النساء هم أكثر عرضة. فيما يخص الرجال، هل هناك أيضا أعمار معينة ممكن أن يصابون بحصى المرارة؟ هناك أسباب تفرق عن الأسباب اللي تخص النساء؟ لأن الهرمون الأنثوي ما موجود عند الرجال، بس ممكن أن يصاب بالحصى، ممكن أن تطلع عنده نفس الأعراض، ويجوز قد تكون الأعراض بعد أكثر والشكوى ما تصير. نعم، الشكوى ما تصير أكثر، بس نسبتهم قياسا إلى حصات المرارة بالبشر يعني بصورة عامة النساء هواي أكثر. النساء أكثر. نعم. طيب الأطفال ممكن يتعرضون لوجود حصى بالمرارة لو بهذه الأعمار؟ صعب أو نادر جدا؟ لا، نادر جدا. يعني إذن هو الموضوع يخص فقط البالغين؟ نعم، يعني هو عادة فوق 40، يمكن أنه يعني ما أدري في رأيي الشخصي أنه من تبدي صغيرة، فيمكن حتى هاي الأعراض صغيرة، وبالأطفال بالشابات أو بالشباب يمكن ما حد يراجع، وحتى إذا عنده مرض هم يتحمله، بس من تبدي فوق 40 يبدي أي شيء يحس به معاناته، مثلا موسوعة علمة تبدي تكثر، يبدي يحافظ على صحته أكثر، يمكن هاي العوامل اللي تخلينا أنه بالصغار ما نحس عليها بس نشوفهم بالأكبر.
إني يكبرون يلا ممكن تبدي الآثار تبين اليوم بشكل أوضح. طيب لو نتحدث عن تكوين الحصى حيكون من يعني من خلال تناول أطعمة ممكن هي تسبب أو تثير وجودها في المرارة، أو من خلال تناول بعض الأدوية ممكن هي تكون أيضا محفزة على وجودها. ما هي أسباب أو كيف تتكون الحصى في المرارة؟ نعم، هو أكو مثلث يحتوي مكونات عصارة المرارة. هاي المكونات بينها ثلاثة تناسب، كل واحدة لها نسبة معينة، فمن تصير النسبة ثابتة أي شيء ما يترسب، من تتخربط هاي النسبة يبدي يترسب المكون للحصى. لأن إحنا عندنا ثلاث أنواع تقريبا الشائعة من حصات المرارة. حصات معظمها من الكوليسترول، ويسموها حصات الكوليسترول. نعم. اللي هو واحدة من الدهون، وحصات يسموها البايل بيجمنت اللي هي العلاقة ويا البايل اللي هي العلاقة ويا مكونات المرارة، وحصات تكون من هاي ومن هاي، يعني ميكس ممزوجة من الاثنين بنسب مختلفة. فذل الثلاث أنواع، إذا كانت الكوليسترول فمعنى الكوليسترول هو الأكثر، إذا كان البايل بيجمنت فمعنى البايل بيجمنت هي الأكثر، وإذا كانت من هاي ومن هاي فمن الاثنين هنا أكو خربطة. نعم، فمن تروح لهناك أي استقرار لفترة أطول من عصار الهاضمة اللي بالمرارة فترة أطول ممكن أن تترسب، تصير نايدس صغير. نعم. مكون صغير، وبعدين ويا الأيام تبدي تكبر شوية شوية. الأدوية نعم ممكن كل أدوية اللي تساعد على يعني اللي تساعد على عدم تقلص الأقنية بصورة عامة، سواء القناة الهضمية، سواء الحالب، سواء الكلية، أي واحدة من ذني الأدوية تخلي تقلص المرارة أقل من الطبيعي. تقلص المرارة أقل من الطبيعي معناته في حالة أخذ علاج يعني لأمراض أخرى ممكن هو حيأثر على تقلصها. طبعا، فمن يصير تقلصها أكثر كأنه كيس نقصر شوية تروح بس الفوق، اللي بالأسفل تبقى مكوناتها أطول، ومن يجي آخر أيضا يبقى، فيصير كأنه هو هذا الاستجنيشن اللي ويا الأيام ممكن يسوي. فنعم، قسم هواي من الأدوية تأثر وممكن تسبب لنا حصات المرارة. طيب دكتور، الأمراض المزمنة هل لها علاقة يعني مساعدة بتكوين الحصى أو حدوث مشاكل في المرارة، مثل الأمراض الضغط السكر وغيرها؟ نعم، هو تقريبا العوامل هذين الضغط والسكر وتكوين الحصى يعني تقريبا كلها العلاقة ويا الدهن. ولهذا واي انواع من سواء الكوليسترول، الترايجليسيرايد، اي مكون من مكونات الدهن اللي ممكن يصير، ويجبحهم كلهم انه شوي يكون الشخص سمين او بدين اكثر من الطبيعي. شافوا انه حتى الاشخاص اللي يقرر على رجيم بس رجيم قاسي جدا، هذول ايضا يصير عندهم احتمال تكوين حصى المراره، فلازم يكون الرجيم يكون عندهم نقص مفاجئ بالدهون او بهذه الماده اللي هي تحتاجها المراره. نعم، هذا يصير عنده هو يبدي يقلل كل الاكل، ومن ضمنه على راس الاكل هو الاشياء الدهنيه. نعم، وهي اللي تخلي المراره تتقلص حتى تدفع محتوياتها. فمن متى تدفع محتوياتها لفتره طويله راح تبقى هناك، ونفس الشيء هم راح تسبب لنا حصى. فشافوا اللي يسوون رجيم قاسي وسريع واكثر ما ممكن، ممكن يصير عندهم واحده من المشاكل الرجيم السريع ممكن يصير عندهم حصات المراره تكون بهذا الشكل. طيب دكتور، تاثيرها يعني وجود الحصى في المراره وحيأثر على عملها وعلى وظيفتها بشكل عام، ايضا حتاثر على وظائف الكبد، ممكن لها تاثير اخر لو فقط يعني هي حتكون في وظيفتها الخاصه وتكتفي بهذا التاثير؟ هو الحقيقة إذا حصات المرارة ممكن أن نلقاها إحنا يعني هيك بس شيء تشريحي شفت طلعوا الجماعة. نعم. أكو نسميها هيباتيك دكت، أكو هيباتيك دكت يعني الكبدية، القناة الكبدية هاي صغيرة، واحدة يمنى واحدة يسرى، قلت قنوية واحدة وواحدة ويسوي لنا الكمان هيباتيك دكت. الكمان هيباتيك دكت هي هاي واحدة من الأقنية تلتقي ويا القناة اللي إحنا نسميها سيستيك دكت اللي تجي من المرارة، تلتقي وياها وتكونها يسموها الكومن بايل داكت. لهاي القناة الكبيرة اللي إذا كلهم يصبون بيها تصب بالاثني عشري، يعني بالجزء الثاني من الاثني عشري السكند بارت يسموه. هناك في نفس المكان أيضا تصب قناة البنكرياس في نفس المكان. فإذا كانت الحصات موجودة في أي جزء من ذني الأجزاء لها مؤثرات،
إذا كانت فوق بس بالكبدية ممكن أن تأثر على إنتاج الكبد وممكن حتى أن تأثر لأنه تمنع نزول العصارات اللي يكونها الكبد ممكن أن تأثر على الكبد وممكن أن يجي المريض يشكي من كبد بنفحص نشوف الحصوة موجودة فوق ممكن أنه لأنه هو لحد هاي اللحظة لا زالت دراسات مستمرة يريد يعرفون هل أنه كل الحصات اللي تجي بهاي الأقنية هي تكونت بالمرارة ونزلت لو أكو مرات تصير بالمرارة أصلاً فممكن يصير بالمرارة أيضاً يعني بالقناة الصفراوية فإذا صارت بس بالمرارة يعني بس بكيس الصفراء خلينا نسميه إذا صارت بس هناك تأثيرها راح يصير على كيس الصفراء وهذا اللي معروف أنه الالتهابات اللي تصير حين نسميها الفيميشن اللي هي المرارة تبدي تتضخم ومرات تلقاها نازلة جداً ومرات الغشاء أو الغلاف مالها يتخن نعم. ومرات تبدي تذب سوائل وإحنا نسميها نماسير يعني تكبر كأنه ومرات حتى يصير بها التهاب بكتيريا توصلها ويصير التهاب بكتيريا آخر فممكن أن يصير المرض كأنه بس بكيس الصفراء وممكن أن تنزل الحصوة في أي واحدة من الأقنية هو هذا خوفنا من عندها هي هذه المخاطر أو المشاكل الأكثر بالضبط. تكون من تنزل بالأقنية ممكن أن توقف في أي مكان من القناة بس إذا نزلت لي جوة في نهاية إحنا الكمان بعدك تسميها سي بي دي إذا نزلت لهناك ممكن أن يكون العصارة البنكرياسية هم تنسد ومعروف عن العصارة البنكرياس أنه هاضمة من تنسد والعصارة ما تنزل بالاثني عشري تبدي العصارة الهاضمة تأكل البنكرياس نفسه ولهذا يصير واحد من الأمراض المزعجة جدا في مجتمعنا اللي هو البنكرياتايتس يسمونه نعم. التهاب البنكرياس مزعج علاجه مزعج وخاصة إذا صار مزمن ويبقى المريض طول عمره متعلعل وكل يوم يجينا بالشكل موجودة هواية وتقريبا 70 إلى 75% من عدها بسبب الحصات اللي تجي بالأقنية, بالأقنية الصفراوية وخاصة بالكمون بعدك فلهذا الحصى إذا لها تأثير إذا كان بمكانها ممكن نسوي التهابات إذا نزلت بالأقنية ممكن أن نسوي لنا مشاكل الكبد وممكن أن نسوي لنا مشاكل بالبنكرياس وحتى مرات تنزل بالأمعاء وتوقف في مكان ما ويجينا المريض انسداد أمعاء انسداد أمعاء توصل هذه المرحلة نعم. بس حقيقة قليلة جدا في المجتمع يعني مو هواية بس موجودة يعني بالعالم هي من ضمن الحالات أو المخاطر أو المشاكل اللي ممكن أن تنتج عنهم سواء في كان حالة إهمالها دكتور احنا مستمرين بحديثنا وهذه دعوة لكل المشاهدين اللي حابين يوجهون أسئلتهم واستفساراتهم إلى ضيفنا الدكتور مجيد العامري استشاري جراحة عامة وحديثنا اليوم عن حصى المرأة ممكن تكون المشاركة من خلال أرقام الهواتف اللي تظهر أسفل الشاشة دكتور في حالة بأن المريض هو مكان يعرف موجودة عنده حصى أو مجموعة حصى ذكرت حضرتك ممكن توصل إلى يعني عددها يفوق ممكن يوصل عدد هواية عدد كبير نعم. طيب وهو من النوع اللي يتوجه دائما إلى الطبيب أو إجراء فحوصات وظل هامل الموضوع إلى أن وصل مراحل متقدمة كيف بعدين حيكون الموضوع طريقة علاج في حالات الأولى وفي حالات المتقدمة العلاج ممكن لو حيكون صعب لا هو الحقيقة إذا بدت بها أعراض المريض يجي حتبدي الأعراض قد ما ألم قوي يصير بمنطقة أعلى البطن مرات يصير بالجهة اليمنى العلوية ومرات شوية يصير بالوسط الجهة البطن العلوية الوسطى بس المرض هل قد ما قوي يجي راجع لأنه مرض صار يعني صار عنده ألم قوي ما يتحمل يجي راجع بس هي المشكلة مرات قلت لك شخص عنده حصى وما مسوي له أي أعراض ويجي راجع فرضا على أي مرض من أمراض الأخرى أو دي يشيك نلقى الحصى بالمرارة وحقيقة هي هاي لا زال عليها إحنا نسميه إكويفوكال يعني ما حد مقرر شنو اللي نسوي له لأنه هل أنه كل ما نشوف حصى نشيل المرارة أي الأعمار اللي ممكن أنه عنده حصات مرارة وما مسوت له أي أشياء ونجي نشيلها نعوفها أخاف السبب إنه مضاعفات فالموازنة شوية هاي تعتمد على الجراح اللي يتعامل وياها مباشرة بس من يصير أعراض لا الأعراض بعد خلص لأنه حتى يجي مرات إحنا نسميه جوندس أبو صفار ويجي المريض يشكي من أبو صفار قوي ومرات حتى توصل إلى درجة الحكة حك بجسمه عيونه صفرة وجهه أصفر خروجه يتغير إدراره يتغير يجي يشكي أعراض إحنا نسميها أوبستراكتيف جوندس
اللي هو يرقان انسدادي. السبب هو بسبب نزول حصوة المرارة إلى الأقنية الصفراوية. مرات تضخم الأقنية الصفراوية أو القناة الصفراوية تضخم إلى درجة تضغط على الأقنية الصفراوية، هم ممكن أن تسوي لنا يرقان. مرات ممكن أن تكبر أكثر من الطبيعي والتهابات، وإحنا في المياشين استجابة وعلاج ممكن أن تضغط أيضا. فنعم من يصير بها أعراض فالمريض يراجع، ومن يصير أعراض يعني لازم نتخذ إجراء. إحنا بالطب أو ويا طلابنا من نحكي نقول لهم أبارت فروم ذا جنرال انفستيجيشن، أكو فحوصات قد يكون نسويها لكل مريض، مثلا التهاب مثلا الادرار نسوي له تحليل، مثلا الخروج نسوي له تحليل، مثلا الهيموغلوبين او كومبليت بلاد بيكتشر، مثلا الاي اس ار، هاي ممكن ان نسويها تحاليل وتفيدنا ايضا. وطبعا السيرم بيلروبين. دكتور من خلال هذه الفحوصات او التحاليل ممكن تدلون على وجود مشكله او حصى او التهاب المراره تكون من خلالها. نعم شو اسمه الانزيمات مال الكبد تبدي تصعد، البيلروبين يبدي يصعد، لان وقد يكون ما مبين عليه الرقان بس الدم حامل على بيلروبين هوايه. بالمختبر يبين البيلروبين قبل ان يصير أعراض واضحة على المريض. فهاي الفحوصات إحنا مو بس للمرأة نسويها، مرات نسويها لبقية الأمراض. بس هاي عداها نبدي شافوا أنه تقريبا أحسن كشف على حصات المرارة هو السونار، هذا المعروف السونار البطني. يمكن أكثر من 80% إلى 85% جزء توصل لحد 90%، لأنه حقيقة يعتمد على منو يسوي السونار. فإذا سوي السونار هو إفيشنت يعني كفو، ممكن يطلع لك الحصوة وين ما تكون. وطبعا معروفة الفاريشن بالبشر، يعني اختلافات البشر، واحد شوية أقل واحد شوية أقل من الكفاءة، خاصة أنه هالوقت هذا بدأت أهل السونار يعني النساء تشتغل سونار، الأطباء الباطنية كانوا يشتغلون سونار، قسم الجراحين بدأوا يشتغلون سونار. فمو كفاءة من يكون شخص هو شغله السونار. نعم مثلا ابو السونر اللي هو بالنسائيه ممكن ان يشوف الطفل، ممكن ان يشوف راس الطفل، يشوفه وين موقعه، يشوف وين مكانته، بس ما يشوف حقه بالمراره صغيره يعني ما اعتقد هكذا. بس اذا كان السونارست مالتنا كفو، نعم يطلع لنا حصات المراره باي مكان، هو احسن تحليل. ممكن ان نسوي المفراس وايضا يطلع لنا وين الحصوه وش مسويه وتاثيرها على الكبد. ممكن نسوي الرنين المغناطيسي، وكل هاي موجودة عندنا. أكو أشياء جديدة من ضمنها UG أو UVC هذا ندخل نابور نوصله للمعدة أو للإثنى عشري، ومن يوصل هناك يصير قريب على المنطقة ناخذ سونار، حيكون دقيقة أكثر ويعطيك أعراض أكثر موجودة. طيب دكتور، الوصول لإجراء هذا الفحص بالناظور هو مجرد لفحص ناظور يكون هو المعدة والإثنى عشر، ومن خلاله ممكن يصير نوعا ما يعني نقول تشيك اب للجهاز الهضمي بشكل عام، لو من أجل فقط لمعرفة وضع المرارة وإذا كانت فيها حصى أو أكثر من حصى، أو تحديد المشكلة بيها. لا، هو إحنا هسه لازلنا بالتشخيص، ما وصلنا للعلاج. فهاي الناظور اللي نسويه، هذا الناظور هو تشخيصي من أجل المعرفة، سونار مثل السونار البطني، بس هذا سونار اندوسكوبي، ندخل الناظور جوا ونسوي سونار، هذا لازال للتشخيص. أكو ناظور آخر اللي هو إحنا هي MRCP وARCP، هذا اللي ممكن أن ندخل ناظور ونطب القناة الصفراوية عن طريق الاثنى عشرية، وممكن أن نطلع سفنكتروتومي، نفتح الآصرة اللي تربط بين القناة وبين الاثنى عشرية نفتحها، وممكن أن ننزل الحصوة إذا كانت بالقناة الصفراوية بدون أن نحتاج إلى عملية. ممكن هذا في وقت هو التشخيص والعلاج في نفس الوقت تكون ممكن؟ هذا ESR ERCD يعني. طيب دكتور، احنا خلينا نتحدث أيضا على طبيعة المريض. مو كل مريض ممكن يتقبل، أغلبيتهم عندهم تخوف من إجراء الناظور. كتشخيص دقيق لا يمكن أن يتم إلا من خلال هذا الناظر، ولا ممكن عن طريق السونار من أشخاص هم اختصاص لفحص السونار، أو من خلال الفحوصات التحاليل ممكن أن يتبين وضع المرارة. نعم، إحنا السونار ممكن أن يقول لك أكو حصى بالمرارة.
إذا قال لك أكو حصوة المرارة ومتأكد وقال لك القناة الصفراوية هل قد ثخنها وهل قد طولها وهل قد الحجم مالت الأقنية الصفراوية، مشكلتنا ويا الأقنية مو مشكلتنا ويا الكيس الصفراء. من تصير الأقنية بها حصو نحاول أنه النابور يحل من المشكلة. النواظير أنا قلت أكثر من مرة، حلينا مرة حكينا على يمكن نفس قناتكم، حكينا على القرح اللي يصير بالاثني عشري بيبتيك ألسر بالاثني عشري وبالمعدة. نعم. ولهذا الاتيتيود الجديد بالمجتمع ما أعرف منين جه، أنه تقول له تروح سوي ناظر أخي لأنه ممكن أنك قرحة، ممكن نشوف المرارة، ممكن نشوف العرض. قال دكتور هذا يسوي لي سرطان، وكأنه الناظر يسبب سرطان، بس هو مو هو هذا مو حقيقة، لأن الناظر شنو يسوي سرطان، بس هو أصلا عنده سرطان، فمن سوينا ناظر طلع بين، فكأنه ولهواي الناس يعزفون أنه يسوون الناظر بحجج مختلفة. بس حقيقة هو واحد من التحاليل السهلة خاصة في الوقت الحاضر. يعني أنا أتذكر أيام زمان بنسوي ناظر لازم نطي تخدير عام، لأنه حديدة وقوة ندخلها وفي الطريقة صعبة. أما هسه المريض قاعد وتيوب صغير كلش يبلع المريض إلى أن يوصل. صعب دكتور، هو يعني نوع من الكفحص هو مو كل مريض ممكن أن يتقبله، في حين وحالة المريضة النفسية تكون متعبة. لكن مع هذا فيما لو ذكرت حضرتك بأنه هو يكون تشخيص وأيضا يعني علاج من أجل استئصال أو سحب هذه الحصى، ممكن هو يطمئن بأن الموضوع لمرة واحدة. إحنا تحدثنا الآن عن حالة تشخيصية، نصل للعلاج كيف يكون؟ الحالات كلها تستدعي بأن رفع الحصى ومع المرارة، لو مجرد فقط رفع الحصى أو إبقائها مع أخذ علاج كيف؟ هو هذا اللي موجود. العالم هسه بدأ قلت لك قسم من عندهم يستخدمون الأدوية لإذابة الحصات، بس حقيقة ماكو شيء ناجح لحد الآن، وما عندنا هيك. احنا منتجية من جراح، يعني في العراق ما موجودة، لكن بقية دول العالم الأدوية موجودة، بس هل أدنا إلى نتائج؟ ما شفنا بها نتائج، فما هل قدر نركز عليها. بس من تصير حصات المرارة وبها أعراض، هذاك الوقت لازم نتخذ إجراء. المعروف أنه عندنا طريقتين وقبل طريقة واحدة اللي هي رفع المرارة جراحيا. الوقت الحاضر هسه بدأوا بالنابور، رفع المرارة بالنابور، نفس الشيء هم نسوي جروح أكثر من جريح وندخل بيها ونشيل المرارة. الفرق بين هاي الطريقة وهاي الطريقة أنه هاي أولا الفترة الزمنية، مثل ما قال تقريركم، الفترة الزمنية اللي يبقى المريض اللي يبقى المريض بالمستشفى أقل هواية. طبعا بس يعني مو جرح كبير، اقل هوايه يعني يرجع الشغل هوايه، يعني الانكم مالته راح يبدي اسرع، الالم اللي يصير اقل، ونجاح الحالتين طريقه العلاج سواء كانت جراحيه او الناظور. هي بالحالتين تعتمد على الجراح يعني، بس لا. اذا اكو حصو بس في المراره راح تشيل المراره فخلاص. هي ممكن ان تصير مضاعفات لكل عمليه، اكو مضاعفات، اكو مضاعفات عامه لكل العمليات، واكو مضاعفات خاصه لكل عمليه، فممكن يصير بها مضاعفات، بس يعني هي من العمليات اللي يومية تجرى ومضاعفاتها مو كلش صعبة. في لو كانت الحصى بس بالمرارة، ركز، من تصير الحصى تنزل بالأقنية الصفراوية الحقيقة المشكلة تصير أكبر، وذاك الوقت لازم نشيل المرارة ونفتح القناة الصفراوية إذا جراحية نحن نسويه، ونطلع الحصى من عندها وندخل صوندة هناك نسميها تيتيوب، ونبقي من 7 إلى 10 أيام مرات حتى أكثر، يقوم بمستشفى للمتابعة. بالضبط هذا يبقى. وراها نسوي نحقن دواء خلال هذا التيوب اللي هو التي تيوب، ونشوف أنه القناة الصفراوية كلها ماشية، ما صارت مشكلة، ما بيها انسداد آخر. بالضبط. يلا نشيل القناة، شوية عملية طويلة، وبعدين مثل ما قلنا واحدة من مضاعفات إذا صارت القناة الصفراء راح تأثر على الكبد وتأثر على البنكرياس، والحقيقة البنكرياس في شيء مشكلة. فإذا بقت الحصات بس بالمرارة ما عندنا مشكلة، بس الشيء ده خلاص، بس إذا نزلت هي هاي مشكلتنا أنه راح يصير بها مضاعفات. هذا ما يؤدي إلى تأكيد على ضرورة إجراءات فحوصات بشكل مستمر، كل ما يكون التشخيص مبكر والعلاج مبكر حيجنبون كثير من المشاكل الصحية اللي ما نتمناها تكون عند جميع مشاهدينا. دكتور وقت فقرتنا انتهى، كان حديث مفيد مع حضرتك، وإن شاء الله كل مشاهدينا استفادوا وتكون عندهم دراية وتوعية تامة فيما يخص حصى المرارة وكيفية التعامل معها. شكرا جزيلا لك الدكتور مجيد العامري استشاري جراحة عامة. شكرا جزيلا لكم ولقناتكم، ان شاء الله نلتقي على خير.
إن شاء الله. يومك سعيد دكتور. مشاهدينا كان حديثنا في فقرة شلون صحتك عن حصى المرارة، والدكتور كيف وضح أسبابها، قد تكون بعض الأحيان بها أعراض وبعض الأحيان أعراضها غير واضحة، لكن مع هذا ضرورة التشخيص المبكر وأيضا العلاج يكون في بداية الأمر أفضل من أن يوصل إلى مراحل صعب علاجها. انتهت فقرة شلون صحتك، لكن فقراتنا مستمرة من بعد فاصل قصير. يوم جديد مستمر وياكم مشاهدينا الأحبة، الوقت القادم مخصص لفقرة كتبة بغداد، من أجل أن نتعرف على ما كتبت صحافتنا المحلية الصادرة لهذا اليوم حنكون برفقة الزميلة رويدة التميمي. صباح الخير. شكرا زهرة، صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة من كتبة بغداد لهذا اليوم، نبدأها بصحفنا المحلية وأولاها الصباح. نطالع في صفحتها الأولى، عنوان يقول: التفاؤل سيد الموقف مع اقتراب تصويت مجلس الأمن على إخراج العراق من الفصل السابع، وبالخط الأحمر العريض العراق كامل السيادة اليوم. ساعات معدودة تفصل عن إعلان المجتمع الدولي للحدث التاريخي الأهم للعراق والأبرز في القرن 21 بالاعتراف به دولة لا تهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال إخراجه من طائلة الفصل السابع. ويأمل العراقيون بأن يعلن مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في الساعة السابعة مساء إخراج البلد من أحكام هذا الفصل بعد توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، قال فيه إن العراق أوفى بجميع التزاماته. نواب تحدثوا للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقية عن أهمية هذه الخطوة التي بسببها تم التعامل مع العراق كدولة خارجة عن القانون، وحرم العراقيون من التمتع بخيرات بلدهم طوال السنوات الماضية، مشددين على ضرورة وضع خطة ومنهج لمرحلة ما بعد الخروج من الفصل السابع من أجل الارتقاء بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن قرار مجلس الأمن سيؤكد أن العراق أوفى بجميع التزاماته الدولية وأصبح بلدا لا يهدد السلم والأمن الدوليين، وأنه سيسعى مع دولة الكويت لإنهاء الإشكاليات بشكل ثنائي فضلا عن توصل الدعم الدولي للعراق. ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن 15 على القرار. أيضا مشاهدينا في الصباح، اختيار رئيس وزراء جديد لقطر. أشارت مصادر في الدوحة أمس الأربعاء أن وزير الدولة الحالي للشؤون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني سيكلف برئاسة الوزراء، وأضافت أنه تم كذلك تعيين خالد بن عطية وزير الدولة للشؤون الخارجية والمساعد المقرب من الشيخ حمد بن جاسم وزيرا للخارجية. وتنازل الشيخ حمد بن خليفة عن العرش لابنه الشيخ تميم بن حمد الثاني يوم الثلاثاء في انتقال نادر للسلطة في منطقة الخليج. وقال أمير قطر الجديد الشيخ تميم في أول خطاب له عصر أمس إن مسيرة قطر السياسية والتنموية ستستمر دون توقف. أما في صحيفة الزمان مشاهدينا في صفحتها الأولى أيضا: تحالف التآخي والتعايش أولا ومتحد ثانيا في انتخابات نينوى. حصل تحالف التآخي والتعايش على المرتبة الأولى في انتخابات مجلس محافظة نينوى ب11 مقعدا حسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس. تلتها قائمة متحدون التي يترأسها أسامة النجيفي ب8 مقاعد. وقال سربس مصطفى رشيد في مؤتمر صحفي إن عدد الكيانات المشاركة في انتخابات مجلس محافظة نينوى بلغ 27 كيانا، الفائز منها 14 كيانا، فيما بلغ عدد الشكاوى 64 شكوى، منها 39 شكوى حمراء و25 شكوى صنفت من قبل اللجان المختصة. من جانبه قال عضو مجلس المفوضين سرور الهتاوي أن عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات بلغ 640.504، وعدد المقاعد الكلي 39 مقعدا من بينها 10 مقاعد للنساء و3 كوتا الأقليات.
وأوضح أن تحالف التأخي والتعايش حاز على المرتبة الأولى، حيث نال 11 مقعدا من أصل 39 مقعدا المخصصة للمجلس تلته قائمة متحدون، ونالت هي الأخرى 8 مقاعد، وائتلاف الوفاء لنينوى 4 مقاعد، وائتلاف نينوى الموحدة نال 3 مقاعد. وأوضح الهيتاوي أن تجمع البناء والعدالة العراقي نال 3 مقاعد، وائتلاف العراقي الوطني الموحد بمقعدين، وائتلاف نخوة نينوى نال مقعدا واحدا. هذا أهم ما جاء في صحيفة الزمان. ننتقل إلى المشرق مشاهدينا، ونطالع أيضا في صفحتها الأولى: برزان يزور بغداد بعد عودته من روسيا. أكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل توفيق البرواري بأن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني سيأتي إلى بغداد بعد عودته من روسيا، لافتا إلى أنه يحمل معه النقاط 7 التي تم الاتفاق عليها مع المالكي. وقال برواري إن سبب تأخر مجيء رئيس إقليم كردستان إلى بغداد هو سفره على رأس وفد رسمي إلى روسيا، وسيأتي إلى بغداد بعد عودته من روسيا. وأضاف أن برزاني سيحمل معه النقاط 7 التي تم الاتفاق عليها عند زيارة رئيس الوزراء نور الملكي إلى أربيل، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تلك النقاط الخلافية. وأشار القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية إلى أن زيارة برزاني إلى بغداد ستساهم بحل الخلافات بشكل عملي وعلى أرض الواقع وليس فقط في الإعلام. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الزوراء، هناك عنوان يتصدر أولى صفحاتها يقول: العراقيون يترقبون قرارا لمجلس الأمن يخرجهم من البند 7. يترقب العراقيون جلسة مهمة لمجلس الأمن الدولي يعقدها ليلة الخميس الجمعة، من المنتظر أن يناقش فيها موضوع رفع العراق من طائلة البند 7، وفي وقت يجري وزير الخارجية العراقي مباحثات مكثفة هناك لهذا الغرض. قال السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت أن بلاده ستدعم موقف العراق في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار إخراجه من أحكام الفصل 7 الذي سيصوت مجلس الأمن الدولي عليه في اجتماعه الخميس الجمعة. وفي حديث مع عدد محدود من وسائل الأعلام، بيّن بيكروفت أن الحكومة الأمريكية تعمل ما تستطيع من أجل إخراج العراق من أحكام الفصل 7، فضلا عن أنها تدعم اللقاءات التي جرت وتجري بين الجانبين العراقي والكويتي من أجل إنهاء جميع المشاكل العالقة وفتح صفحة جديدة بين الطرفين. أيضا مشاهدين في صحيفة الزوراء، تميم يقول إن بلاده ترفض الطائفية في العالم العربي. أكد أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد الثاني الأربعاء في أول خطاب له غداة استلامه مقاليد الحكم أن بلاده ترفض الطائفية في العالم العربي، وهي لا تحسب على تيار سياسي ضد آخر، فيما لم يتطرق إلى القضية السورية التي كانت على رأس أولويات والده. وذكر الشيخ تميم أن قطر ستستمر في دعم الفلسطينيين وهي تريد المحافظة على علاقاتها مع جميع الدول، كما دعا القطريين إلى مزيد من العمل والجهد، مؤكدا أنه سيكون هناك تدقيق أكبر في نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تضعها الدولة داخليا وخارجيا. مشاهدينا، هناك عنوان يتوسط أيضا أولى صفحات الزوراء يقول: اتحاد الصحفيين العرب يكرم مؤيد اللامي بدرع الصحافة العربية. كرم الاتحاد العام للصحفيين العرب الزميل مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين النائب الأول لاتحاد الصحفيين العرب بدرع الصحافة العربية تكريما لجهوده القيمة في دعم حرية الصحافة العربية وفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين للمرة الثانية. وسلم درع الصحافة العربية للامي الدكتور عبد الله الجحلان الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب. مشاهدينا، هذا كل ما جاء في صحيفة الزوراء. نذهب إلى الصباح الجديد، وهناك عنوان يتصدر أولى صفحاتها يقول: الخلاص من البند 7 انتصارا لدبلوماسيتنا، وبالخط الأحمر العريض العراق يستعيد سيادته الكاملة اليوم. من المؤمل أن يصوت مجلس الأمن الدولي هذا اليوم الخميس على القرار التاريخي الذي ينتظره العراق منذ سنوات طوالة، وذلك بإخراجه من طائلة البند 7 بعد تنفيذه جميع قرارات الأمم المتحدة. ومن المؤمل أن يستعيد العراق بعد صدور هذا القرار موقعه الخاص في المجتمع الدولي بعد خروجه من قيود الفصل 7، إذ أن إخراج العراق من قيود هذا الفصل
يعد انتصارا لسياسته الدبلوماسية وتعاونه الوطيدة مع جاره الكويت لحلحلة الكثير من الملفات المتعلقة بآثار الغزو ومخلفاته. وتحت هذا العنوان أيضا مشاهدينا، العراق يهدي الأمم المتحدة نموذجا لمسألة حمورابي. أهدى العراق لمقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف نموذجا لمسألة حمورابي. وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية هوشير ديباري قام أمس بإهداء نموذج لمسألة حمورابي إلى المقر الأممي الأوروبي للأمم المتحدة باسم حكومة وشعب العراق. وأوضح الوزير ديباري حسب البيان أن شريعة حمورابي تمثل أقدم القوانين والشرائع التي عرفتها البشرية وجاءت من وادي الرافدين. مشاهدينا نعود إلى صحيفة الصباح ونطالع في صفحتها الأخيرة. تعد من أروع أعمال الشعر الإنجليزي على الإطلاق. الأرض اليباب لإليوت تباع ب4500 جنيه استرليني. بيعت نسخة نادرة من قصيدة الأرض اليباب للشعر الإنجليزي توماس ستيرنس إليوت المعروف اختصارا باسم تي أس إليوت. كانت قد أهديت لمكتب المؤسسة الخيرية البريطانية أوكسفام في مزاد علني بسعر 4.5 آلاف جنيه استرليني. وتعبر قصيدة الأرض اليباب التي تعد من أروع أعمال الشعر الإنجليزي على الإطلاق والقصيدة التي أكسبته شهرة دولية عن خيبة أمل جيل أو جيل ما بعد الحرب العالمية الأولى وتصور عالما تسكنه المخاوف وتستحوذ عليه الشهوات العقيمة وينتظر الخلاص. نذهب إلى الزمان وفي صفحتها الأخيرة مشاهدينا هناك طبعا صورة طبعت لأنجلينا جولي وجاء تحتها جولي في الأمم المتحدة. الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي أثناء حضورها جلسة الأمم المتحدة لمنظمة الأونروا كمندوبة تشرح للحضور زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين في كل من تركيا والأردن ولبنان. وفي صحيفة المشرق مشاهدينا الطماطم تحافظ على مرونة الرئة وتقلل الكوليسترول بالدم. تؤكد الأبحاث الحديثة عن أن مادة الليكوبين ترفع المناعة وتمنع السرطانات وتعتبر الطماطم أهم المصادر غنى بالليكوبين. يقول دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشاري الأطفال زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس أن الليكوبين مضادة للأكسدة الطبيعية القوية المفعولة وتمنع تراكم الشوائب الحرة التي تتكون مع عمليات التمثيل الغذائية ويتوقف تأثيرها المدمر على خلايا الجسم، هذا على عكس المغذيات الأخرى التي تفسد أو تقل فائدتها بالطهي والتسخين. أما في صحيفة الزوراء مشاهدين مزاد بريطاني يبيع دبابة. باع مزاد بريطاني أمس دبابة صالحة للعمل من طراز تشيفتين إلى أحد هواة جمع المعدات العسكرية بقيمة 41,000 جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 63,000 دولار. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الدبابة التي تزن 55 طنا من حقبة الحرب الباردة وباعها مزاد ويثام المتخصص بالمعدات العسكرية إلى رجل أمريكي من ولاية كاليفورنيا. مشاهدينا بهذا الخبر أختم معكم جولتي في كتبة بغداد لكن بكاريكاتير للكاتب أحمد الربيعي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. مشاهدين شاهد تقرير وبعدها مستمرين وياكم بتكملة فقرتنا لصباح هذا اليوم. تقريرنا عن الاحتفال الموسيقي داونلود في إنجلترا لنتابع. شهدت مقاطعة ليستيرشاير البريطانية مؤخرا إقامة الاحتفال الموسيقي السنوي داونلود فيستيفال
وهو الاحتفال الذي يقام سنويا في منتزه دونينغتون في انجلترا احتفاء بكل فناني موسيقى الروك البريطانيين. وهذا الاحتفال يقام برعاية مؤسسة لايف نيشن البريطانية. حضر الاحتفال هذا العام ما يقارب 90,000 شخص أتوا من مختلف أنحاء إنجلترا لمشاهدة والاستمتاع إلى مطربي الروك المفضلين لديهم، وهم يقدمون أجمل أغانيهم، مطربين مثل أرون ميدان وسبيلتون وكورن وآخرون. وقد جرى الحفل كالعادة على مدى 3 أيام متتالية، أقام خلالها الفنانون حفلاتهم المباشرة أمام محبيهم. وقد اشترك في حفل هذا العام إضافة للمطربين ما يقارب 150 فرقة روك قدموا حفلاتهم على 5 مسارح مختلفة في إنجلترا. مشاهدينا، من هذا التقرير نكون وصلنا لفقرة التاتش اللي من خلالها حطل علينا فرح وتعرفنا على أبسط الطرق لتصفيف الشعر. يسعد لي صباحك فرح. صباح الخير أحبتي المشاهدين، وصباح الخير على يد شاهد. اليوم موضوعنا راح يكون بخصوص أبسط الطرق اللي نصفف بها شعرنا، وخصوصا بفصل الصيف. مثل ما احنا نعرف انه اهم شيء يبرز جمال الامرأة هو شعرها، خصوصا كل البنات يحبون يعتنون بشعرهم، يحبون يلونون، يحبون يبينون اجمل ما يكون به. لكن المشكلة الاساسية انه الطريقة الصحيحة اللي يستخدموها حتى يصففون شعرهم وخصوصا فصل حار ممكن يأثر علينا، لان مثلا احنا نعرف انه بالصيف كثرة الغسل ممكن تتلف الشعر، الشسوار المستمر يتلف الشعر، المواد الكيميائية. ابسط الطرق راح ناخذها حتى نقدر نحافظ على شعرنا صحي لفترة الشتاء. مثل ما نعرف انه احنا بالصيف تصير فترة انه يطول الشعر اسرع من غيره من الفصول، طبعا لازم نستغل هذه الفترة انه احنا نخلي شعرنا يطول ونخليه يتمتع بحيوية اكثر ونضارة. هذا ما يمنع انه احنا ممكن نصبغ شعرنا، ممكن نخصله، ممكن نستخدم له انواع من التصفيف، بس اهم شيء يظهر بمظهر جميل لائق، ايضا يبين انه هو نضر وحيوي حتى ينطينا جمالية لنا. بعض السيدات يتمتعون بشعر مجعد، بعض الآخر ممكن يتمتعون بشعر ناعم، وهي مشكلة ممكن تعاني من عندها بعض السيدات. أيضا بعض الآخر ممكن يعاني من مشكلة أن الشعر قصير صعب تتعامل وياه، فتحب دائما تظهر بمظهر جميل، تحب دائما تظهر بالأمور البسيطة أو الطرق البسيطة اللي ممكن تحافظ على شعرها وحيويته. راح نشوف هذا التقرير عن أبسط طريقة ممكن نستخدمها خلال النهار، ممكن نستخدمها خلال الدوام حتى ما تأخذ عندنا وقت أصلا، ونشوف الطريقة اللي راح نستخدمها ونرجع لكم.
مثل ما نعرف أنه إحنا اليوم موضوعنا راح يكون عن طريقة تسريحنا للشعر حسب نوعية شعرنا، حسب الطول اللي عندنا وحسب المناسبة اللي موجودة، واستخدامنا للأدوات راح يكون حسب هذه الأمور. يعني مثلا لو كان شعرنا قصير وإحنا حابين نطلع الصبح، وبالنسبة لفصل الصيف لازم يكون الغسل تقريبا يوميا أو بين يوم ويوم، فراح يتعب الشعر ويتلف لو استخدمنا له الشسوار بشكل دائم، ولو أيضا سرحناه بشكل خاطئ ممكن أيضا يأثر على الشعر. لكن لو استخدمنا كثير من المواد من ضمنها الكيراتين أو الكولاجين حتى نرجع الحيوية للشعر ونفرد شعرنا قليلا، راح نشوف الفرق بالنسبة لشعرنا. بعض الأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها حتى نحفز شعرنا، ممكن نستخدم البيبيليز اللي هي الكاوية اللي نستخدمها بطبيعة الحال حتى نسرح شعرنا. أيضا من الممكن أن نستخدمها بأنه ممكن نسوي شعرنا كيرلي حتى يظهر بشكل جميل وبسيط وشكل خلينا نقول مناسب إلى كل الأوقات، لأن مثل ما احنا نعرف أنه جونا وبالحر أكثر الأحيان ممكن نشسور شعرنا، لكن بعد فترة ممكن نتعرق نتيجة الحرارة العالية اللي عندنا نتيجة تعرضنا من حر إلى برد، فرح يبدي شعرنا يظهر بمظهر غير لائق. فالأنصح أنه ممكن يكون شعرنا بشكل كيرلي لكن منتظم حتى يكون جميل ويحافظ على شكله لمدة أطول، وممكن نحافظ عليه يومين. يعني مو مشكلة أنه ممكن نغسل بين يوم ويوم لو كان خصوصا فصل الصيف والشعر دهني، فما رح نقدر نقاوم أكثر من يومين. أيضا ما ننسى المواد اللي نستخدمها حتى تحافظ على شعرنا. طبعا البيبي ليس راح تكون درجة حرارة متوسطة وطريقة بسيطة وسهلة، راح نشوفها بالتقرير بطريقة جدا فنية، راح نرجع شعرنا إلى شكل جميل ولطيف وحتى بدون ما نحرق الأطراف أو نتعبها أو نقصفها أو حتى نأذيها. حتى بعد ما نغسل شعرنا راح نشوف أن الأطراف ما تعبت لأن احنا ما لحينا عليها نهائيا، لأن ممكن يكون استخدام الفرشة والشسوار بصورة دائمة أو مستمرة ممكن تأثر على شعرنا، ممكن تأثر على الأطراف تضطرنا إلى تقصير شعرنا بين فترة وفترة، وممكن احنا ما حابين هذه الحالة. أو مثل ما احنا نعرف أن طول الشعر يعتمد على حسب نوعية الشعر، فإحنا ما حابين نخسر شعرنا بالطريقة اللي تأذي، لكن أيضا حابين نظهر بمظهر بسيط وجميل ليوم صحي ممكن نظهر به، نظهر للدوام، ممكن نكون حتى لو عندنا الدوام بدائرة أو بجامعة أو حتى لو كان عندنا مناسبة، ممكن فشي بسيط جدا وبرفعة بسيطة يتحول من تسريحة صباحية إلى ممكن تسريحة نقضي بها أمسية حلوة ويكون شعرنا مرتب وبالشكل اللي إحنا حابين. ما ننسى نهائيا أنه من ضمن الأمور اللي ممكن تأثر على شعرنا استخدام المواد اللي الكيماوية اللي ممكن تأذيه وممكن تحرقه، أيضا ممكن تسبب له تقصف، ممكن تسبب له تساقط، فأمور كثير. إحنا لو قدرنا أنه نحافظ على شكلنا بالشكل الجميل وعلى الألوان بالشكل اللي إحنا حابي، فما راح نحس بهذه المشكلة نهائيا لو استخدمنا الأدوات بالشكل الصحيح، لأن مثل ما نعرف إحنا دائما وخصوصا الشعر القصير صعب التعامل وياه، وخصوصا يحتاج إلى عناية أكثر من غيره. بالنسبة للشعر الطويل ممكن نسرحه بطريقة معينة خلال الصيف وينتهي الموضوع، لكن بالنسبة للشعر القصير خلال الصيف صعب نتعامل وياه، وخصوصا إحنا نحب نغسل يوميا أو بين يوم ويوم. إذن الطريقة المثلى حتى نستخدم الكاوية بالنسبة للشعر لازم نستخدمها بطريقة تبرز جمالية شعرنا القصير ونخليه دائما كيرلي، لأن مثل ما إحنا نعرف نادرا من نعرف نلف شعرنا بالفير أو غيره. هذه طريقة بسيطة جدا وسهلة ممكن نستخدمها كل سيدة حتى بالبيت لإطلالة بسيطة، وممكن نقول إطلالة صباح. بعد ما شفنا هذا التقرير والطريقة البسيطة اللي استخدمنا بيها الكاوية اللي احنا متعودين دائما نسرح شعرنا بيها، شفنا الطريقة جدا بسيطة ممكن نحصل على شعر كيرلي مثل ما احنا نحب لنهار أطول وممكن يكمل ويانا لليوم الثاني. مثل ما احنا نعرف انه اكثر السيدات اللي يعانون من الشعر المجعد والشعر المكسر دائما تعاني من انه اذا سرحت شعرها وسوتها ناعم ممكن تعاني اليوم الثاني تشوف بكسرات اكثر، تضطر تعيد عليها بالحرارة بالتعبة اكثر، وراح تضرها طبعا وخصوصا راح تعرضها الى حرارة عالية حتى ترجع تسرح الشعر. لكن هي ممكن تحافظ على كسرات شعرها وتحافظ عليه بطريقة بسيطة جدا، تستخدم الكاوية مثل ما شفنا بالتقرير بطريقة بسيطة جدا وفنية، وما راح تاخذ من عندها الوقت اللي تاخذه من عندها طريقة الشسوار
الشعر وتعيد عليه. مجرد انه راح تلف شعرها ممكن تشسور اول يوم وثاني يوم وتلف شعرها، المهم راح يطول ويانا من يومين الى ثلاث ايام، الشعر شكله حلو، الحجم حلو، ايضا راح يكون منظره صحي، وبعد ما تغسل شعرها ما راح ياثر نهائيا عليها. ما ننسى انه احنا قبل كل ما نستخدم شعرنا وخصوصا فصل الصيف، قبل ما نستخدم اي شسوار او فير او حتى حابين بس ننشف شعرنا، لازم نستخدم المغذيات اللي تحمي شعرنا، اللي تحميه من اي ضرر واي مشكله ممكن تاثر عليه. طبعا هذه حتى نحصل على شعر صحي وعلى نظاره حتى تستمر ورانا اكثر. ايضا ما ننسى النقطه الثانيه، انه احنا بعد ما نستخدم الكريمات او نستخدم المواد اللي تكون هي على شكل بخاخ ممكن تغذي شعر كليته وتحميه، او تكون على شكل مثل الجل نحطه قبلها لشعرنا حتى يحمي شعرنا. بعض الاحيان ممكن يكون شعرنا جميل لكن ضايعه من عنده اللون، او احنا مثل ما نقول اللمعه والرونق، ممكن نستخدم له السيروم اللي يغذي الشعر ويرجع لنا الشعر الحيويته، ونشوف انه احنا الفكره وياه افضل. هذه كلها الامور لازم نلتزم بها. ايضا ممكن عندنا نستخدم الموس، وطبعا هذا اكثر البنات يستخدموه خصوصا بنات اللي شعرهم كيرلي اللي يحبون دائما يحافظون على شكل شعرهم، ممكن تستخدم الموس لكن بكميات اقل حتى تفيد شعرها بالشكل الصحيح. بس ما تنسى نهائيا انه بعد يوم وتخلص يوم كامل لازم تغسل شعرها، ما تبقي بيه لان ممكن ياثر على الشعر ويضره. اذا احنا عرفنا النقاط الاساسيه اللي ممكن نستخدمها او المواد قبل ما نبدي نستخدم بالنسبه لنا اي نوعيه تسريح اذا كانت بسيطه او كانت صعبه. ايضا لازم ننتبه على نقطه، لو كان الشعر قصير واحنا حابين نعتني به، مثل ما احنا نعرف دائما المشكله الاساسيه الشعر اللي يكون يا اما قصير او متوسط صعب نتعامل وياه لانه ما نقدر نشيله او ما نقدر نعدل شعرنا بالطريقه الصحيحه. فحتى نعدل شعرنا بالشكل الصحيح لازم ننتبه انه اذا كان شعرك قصير ممكن نستخدم له طريقه اللف اللي احنا نلف الشعر بها، وايضا ممكن بعد ما ناخذ بعد ما نغسل شعرنا ونطلع من الحمام نتركه يا اما ينشف بحد ذاته، او ممكن احنا ننشفه بالشسوار لكن بطريقه عكسيه، يعني نعكس شعرنا وننشف فقط الجذور، تبقى الاطراف دائما ناعمه ونحصل هيجي على حجم اكبر، طبعا يفيدنا اكثر بالنسبه للشعر القصير. ايضا ما ننسى نهائيا انه الشعر المتوسط او الطويل بالصيف نستخدم دائما اللي احنا نسميها هي جدايل، اللي احنا دائما نسميها الضفيره، تكون افضل لانه ممكن تحمي شعرنا من اي مشاكل، وايضا ممكن تحمينا ما تخلينا نحس دائما بالحراره، وتحمي شعرنا انه يبقى نظيف لفترات اطول. ما ننسى نهائيا انه بعد كل حمام لو احنا ما عندنا طلعه او ما عندنا اي التزام نترك شعرنا يجف وحده حتى ترجع الطبيعه لشعرنا اكثر، حتى يرجع شعرنا طبيعي او جميل بالشكل الصحي، حتى ما يترك لنا اي مشاكل نعاني من عندها مستقبلا، لان مثل ما احنا نعرف لو احنا ظلينا نلح على شعرنا يوميا شسوار ويوميا فير وغيرها راح يبدي ينشف الشعر نهائيا وراح يضر شعرنا، ممكن يجف الشعر، ممكن يتلف، وممكن حتى الاطراف تتقصف. ما ننسى نهائيا انه احنا بعد ما ناخذ الحمام نحاول نمشط شعرنا مباشره، هاي اسهل طريقه حتى نجف بها شعرنا، ان نمشطه مباشره لكن بالمشطه اللي تكون اسنانه عريضه حتى ما نقطع الشعر نهائيا، لان ممكن نقطعه من الجذور اصلا وممكن سبب له تقصف وسبب له او تنقص نفسها الشعرايه فراح يتاثر على شعرنا. هاي بالنسبة إلى شعرنا. أيضا النقطة الثانية ممكن ننشف شعرنا فقط من الأطراف ونلفه بالماشات، لف عادي جدا حتى الصبح نقدر نفتحها راح نشوف إنه شعرنا أخذ الشكل الطبيعي الجميل بالنسبة للشعر. إذا مثل ما احنا نعرف إنه النقاط الأساسية حتى نحصل على منظر طبيعي ومنظر بسيط بالنسبة لشعرنا لازم نحافظ على نعومته بالأول وعلى نظارته. لو كانت السيدة تحب الشعر الناعم دائما لكن هي ما تقدر تعالج شعرها، فبداية كل موسم صيف ممكن نستخدم الكيراتين أو الكولاجين حسب الموجود أو حسب الخبيرة اللي موجودة عندنا اللي ممكن تشتغل لنا بدقة أكثر حتى نحصل النضارة لشعرنا. أولا راح نغذي شعرنا بهذه الحالة، والشغلة الثانية ممكن أن نحفز شعرنا ونخليه أجمل وألطف. الأهم من هذا كله نحن ممكن نرجع شعرنا بالشكل الصحي أكثر، لأنه إحنا مثل ما نعرف أنه الكيراتين والكولاجين يقوي الشعر ويغذي شعراية التالفة بشكل صحيح، أنه راح تتغلغل المواد داخل الشعر متقصف، راح نشوف أنه شعرنا لو إحنا حبينا يكون ناعم راح يكون ناعم مثل ما إحنا نحب، مجرد ننشف شعرنا بالشكل الصحيح ونستخدم له السيرم فقط. فإحنا هذه الأمور نقدر نلتزم بها إذا شفنا أنه شعرنا راح يكون أجمل. أهم نقطة أساسية عندنا أنه إحنا ما نتلف شعرنا، لأنه فصل الصيف إذا تلفناه صعب نرجع نعالجه بالشتاء، لأن مثل ما نعرف أنه بالشتاء يحتاج لنا الشعر يطول أبطأ، أيضا ممكن يتأثر بعوامل ثانية تأثر على شعرنا أكثر. ف
فحتى نخلص من هذا الموضوع لازم نلتزم بالنقاط الأساسية اللي تفيد شعارنا بالطريقة الصحيحة. طبعا مثل ما احنا نعرف انه كثير من الأمور تضر شعارنا، ممكن استخدامنا او ممكن حتى تعرضنا للشمس الحارة لفترات طويلة، ممكن ايضا المي الحار اللي احنا نستخدمه، ممكن امور كثيرة من حار الى بارد الجو يأثر على شعرنا، استخدام الشامبو الخاطئ. فهذه النقاط لو التزمنا بها ولقينا او نقدر نحفز شعرنا بشكل صحيح راح نحصل على منظر طبيعي ولطيف وجميل. ما ننسى ان احنا بالصيف نلجأ الى الاكسسوارات اللي تزين شعرنا، اللي هي مثلا احنا مثل ما نعرف انه موجوده بانواع مختلفه بالاسواق، انواع من مثل ما احنا نقول الطوق عليها اللي راح نستخدمه حتى نضيف لشعرنا الجماليه، والقراصات اللي تفيدنا لاسباب، لانه ممكن احنا لو شلنا شعرنا بالشكل الصحيح راح نحافظ عليه كنضاره وكرطوبه وكجمال اكثر بالنسبه للشعر، حتى من ضره اكثر ونسبب له الضعف، لانه مثل ما نعرف هذا فصل الصيف صعب جدا التعامل ويا الشعر. ويانا اتصال من نوره من بغداد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، تفضلي. دكتورة أنا عندي مشكلة بالبشرة، ما يخالف يعني؟ أكيد، تفضلي. عندي يعني بقيت فترة أستخدم الدرمازات. نعم. فصارت عندي حساسية يعني كلش قوية. نعم. ما أعرف شلون يعني شلون أتخلص من هذا الشيء. زين، بما انه انت اخذتي دواء لفتره طويله، جان باستشاره طبيب او بدون، او انت مثلا اخذتي من نفسك او سالتي احد يعني شلون؟ لا والله باستشاره خبيره تجميل. ماشي، تقدرين تاخذين الرقم وتاخذين الرقم تتصلين بيه، حتى ممكن تزيلي الصوره للبشره بالضبط شلون صارت، حتى اقدر انطيك العلاج الامثل لها، لانه ممكن تكون الحساسيه عبرت مراحل، ممكن يكون اصلا بدات تتحسس من اي ماده، حتى نقدر نعالجها بالشكل الصحيح. يعني مثل ما انت تعرفين اي دواء ناخذه للبشره ممكن ياثر علينا، وخصوصا انه الجو ممكن حار، ممكن استخدمناه غلط او ممكن استخدمناه لفترات اطول. طبعا اكبر خطا انه احنا نستخدم الكريمات اللي تكون طبيه اكثر بدون استشاره الطبيب، لانه مثل ما احنا نعرف لازم نرجع الحيويه لوجهنا العفو حتى ترجع بشرتنا صحيه اكثر. فممكن تاخذين الرقم حتى تتصلين بي، ممكن تزيلي الصوره يا على الايميل يا على الفيسبوك، حتى بس اتاكد من المكان وان شاء الله القى لك العلاج. عندك اي سؤال او استفسار؟ شكرا. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص الشعر واهم او ابسط الطرق اللي ممكن نستخدمها حتى نرجع حيويه لشعرنا. مثل ما احنا نعرف لو شعر كيرلي او شعر مثل ما احنا نقول بي لفه اكثر، ممكن نستخدم له فقط السيرم، ونستخدم السيرم لكميات اقل. طبعا مثل ما احنا نعرف ما نستخدم السيرم اللي هو ينطينا اللمعه من الجذور الى الاطراف، بالعكس نستخدمه فقط من الوسط الى الاطراف حتى ينطينا اللمعه واللفه بشعرنا اجمل، ونحاول دائما من نستخدمه نستخدم المشط العريض حتى ما يبين شعرنا مجعد اكثر، بالعكس يبين يعني بيه كسره لكن ناعم اكثر. ويانا اتصال تقام من الانبار. الو، الو تقى، تسمعيني؟ العفو تقى، تسمعيني؟ الو، الو تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا بشد البدايه احب اشكرك صراحه على هاي النصائح والفوائد اللي تقدمين لها، شكرا جزيلا لك. يعني شكرا لمتابعتك حبيبتي. حبيبتي انا عندي شعري سويت ليش؟ نعم. وصار كلش خشن وخف يعني مو مثل قبل. انا نعم. شعري يعني طويل بس يعني صار كلش متقصف وباهت، ويعني هسه تقريبا ليش وصل للنص بس بعده يعني بعد الاطراف تعبانه. اي نعم، مو اقدر استخدم كولاجين او كراسي لأنها ما يشتغلها بالشكل الصحيح يعني. ماشي، إذا أكو طريقة ممكن أفيدك بيها إن شاء الله. تستخدمين الشامبو والحمام الزيتي اللي هو خاص بالكيراتين، بس تسوين حمامات زيتيه شعرك لفترات اطول تقدرين تفيدين بيه شعرك. طبعا الطريقه الصحيحه اللي تستخدمين بيها انه تغسلين اول شيء تغسلين شعرك مضبوط بالشامبو اللي هو خاص بالكيراتين حتى يسحب اي مواد قديمه، وايضا بعدها تستخدمين الحمام الزيتي. اكو وياها تجي امبولات خاصه مواد، تستخدمين كميه من الحمام الزيتي وتضيفين عليها هذه الماده وتخليها على كل شعرك، وتستخدمين فوطه تكون ما يعني مثل ما احنا نقول مبلله بمي حار،
حتى تلفين كل الطرف لشعرك وتتركيها لمدة نص ساعة تقريبا، راح تشبع بالحرارة، لأن مثل ما أعرف ممكن يكون بالبيت ما عندك الكب الحراري اللي يستخدموه بالصالونات، وإذا عندك يكون أفضل طبعا. إذا ما عندك ممكن تستخدمين هذه الطريقة، راح تشوفين أنه شعرك بعد مرة مرتين ثلاثة من الحمام الزيتي، خلينا نقول كل يعني مرة بالأسبوع تسوين هذه الحالة، وتحاولين تقللين أنه تغسلين شعرك بمي حار يكون المي شوية بارد، وأيضا تستخدمين الزيوت فقط للأطراف اللي هو يجي سيرم خاص بالحمام بالكيراتين، أصلا ويا الكيراتين يصير شامبو حمام زيتي وأمبولات خاصة بها الزيت، وأيضا يكون السيرم هذه راح تستخدميها، راح تشوفين أنه شعرك بدأ يرجع تقريبا أفضل من الأول. لكن لو حصلتي على شخص ممكن يشتغلج الكيراتين أو الكولاجين طريقة مضبوطة طبعا يكون أفضل. عندك أي سؤال أو استفسار؟ بس الامبولات يعني تجويه لو شان اي تشتريها وياها موجوده وياها، يعني ممكن تسالين اللي انت راح تشتري من عنده اي محل كوزمتكس ممكن تساليه يكون موجود عنده هذه الامبولات، ضروري تكون موجوده طبعا حتى تنطي حيويه اكثر للشعر. لا تدللي حبيبتي، شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من شيماء من بغداد. الو صباح النور، اهلا وسهلا. بس احب استفسر عن بشرتي دهنيه. نعم بيضة، هي بشرتي بيضة دهنية. نعم. بس قامت تبين علي تجاعيد من جوا العين وصارت عندي تصبغات وايه وممش يعني. ماشي، بالنسبة إلى البشرة الدهنية، أنت مضايقتش الدهون اللي موجودة بالبشرة، حتى تخلصين من هذه الدهون ممكن تستخدمين الغسول اللي خاص بالبشرة الدهنية حتى تقللين كمية الدهون. أما بالنسبة للتجاعيد اللي تظهر تحت العين ممكن تستخدمينها البوتوكس حتى تخلصين تقريبا لنص المنطقة، والفيلر تضيفيه فقط بالمناطق اللي تحتاجيها حتى تنتهي هذه التجاعيد تقريبا. لو أنت خايفة من البوتوكس والفيلر ممكن تستخدمين الكولاجين بالكهرباء، أيضا يشد العين تدريجيا، طبعا هي حلول مؤقتة لكن تشوفين عليها الفرق. إلى أن يجي الشتاء ممكن تسوين جلسات ليزر بالسي أو 2 يسحب هذه التجاعيد تقريبا نهائيا. بالنسبة للتصبغات عندك حلين، الأول أنه تستخدمين الكريمات ويكون أفضل، لأن الكريمات حاليا أنت بالصيف حارة فتستخدمين الكريمات اللي تقشر البشرة، إذا أنت ربة منزل فتحاولين تستخدمين الكريمات اللي تقشر أسرع، لكن إذا عندك عمل وموظفة لا أكيد تستخدمين الكريمات الأقل مفعول حتى تنطيش صح أبعد، لكن حتى نحافظ على بشرتنا. وما تنسين الواقي نهائيا، لازم تستخدمين الواقي اللي خاص بالبشرة الدهنية يكون خالي من الدهون، راح تستفادين أو أي زيوت راح تستفادين من عنده بشكل أكثر بالنسبة لبشرتك حتى تحافظين على النتيجة اللي أنت تحصليها. وعندك الحل أنه بالشتاء من يجي الشتاء طبعا تستخدمين السي أو 2 ليزر يشيل التصبغات نهائيا وتخلصين معها. وشكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص أبسط الطرق اللي ممكن تزين لنا شعرنا أو اللي ممكن نستخدمها وتكون بها فائدة لشعرنا. مثل ما احنا نعرف أنه لو استخدمنا الموس للشعر حتى نبين حيويته أكثر، ما نستخدمه من الجذور إلى الأطراف، من الوسط إلى الأطراف يكون أفضل. أما إذا كان عندنا مثلا حابين نستخدم البخاخات اللي هي تغذي شعرنا بالشكل الصحيح، نستخدمها أيضا على الأطراف أو حتى نعطيها حيوية أكثر حتى نحافظ على شعرنا من أي مشكلة ممكن يعاني منها. دائما بالليل نسوي مساج للشعر، لأنه مثل ما احنا نعرف أنه دائما فرو تراس لازم نغذيها، لو سوينا مساجات أكثر من مرة راح نشوف طبعا أنه احنا بشرتنا العفو شعرنا بدأ يتغذى أكثر وينمو أسرع. مثل ما احنا نعرف بعد كل صبغة ممكن نصبغها، بعد كل تغسيل ممكن هاي ممكن يتلف الشعر، لأن احنا وصلنا إلى الألوان اللي احنا رايديها ممكن يتلف تعب شعرنا. طبعا هاي راح نعاني بأنه احنا نصفف شعرنا، راح نضطر إلى استخدام الشسوار وإلى الفرشة بشكل دائم وإلى حرارة عالية، هيك راح نضر شعرنا بشكل أقوى. لكن لو التزمنا نستخدم الحمامات الزيتية ونشف شعرنا طبيعيا نتركه أو على هواء متوسط، راح نشوف انه شعرنا ينزل طبيعي ونشوف حتى النضارة بدها ترجع له والحيوية. دائما مشكلتنا انه احنا بالصيف الجو حار، فعندنا مشكله انه الشعر الطويل صعب تصفف شعرها، فدائما تضطر يا اما تشيل شعرها يا اما تظفر شعرها. ويانا اتصال من ام شهد من بغداد. الو 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 تفضلي. الو الو بنت احمد دكتور، انا عندي كلف بوجهي. نعم. يعني صار نتيجه الحمل. نعم. فاخذت علاجات وهكذا ما جاي يروح.
بالنسبة للكلف حتى تخلصين من عنده لازم تستخدمين CO2 ليزر، يكون أفضل أنواع الليزر وأسرع نتيجة، لكن مشكلة إحنا هسه صيف، فبالصيف دائما تستخدمين كريمات خلطات خاصة، أخذي الرقم واتصلي بيها حتى أنطيك أسماء الكريمات بعد ما تنزلي صورة للمكان حتى أقدر أعرف التصبغ جيد بالضبط، حتى أنطيك أسماء الكريمات خلطات هذه فقط بالصيدلية، وتكون عند صيدلية أنت واثقة من الخلطات تكون بالمضبوط يعني بالمقادير مضبوطة، حتى يشتغلها على هذا المكان وراح تشوفين الكلف تدريجياً يبدي يخف وتستخدمين الواقي حتى تحميه من أي مشكلة أو أي حرارة ممكن تأثر عليه والسبب تصبغ. عندك أي سؤال أو استفسار؟ والله يا ريت. إن شاء الله إن شاء الله. شكراً لاتصالك. نرجع شكراً لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص الشعر. مثل ما إحنا نعرف أبسط الطرق اللي ممكن نصفف بها شعرنا وخصوصاً أصحاب الشعر الخفيف، دائماً إحنا نشوف إنه صاحبات الشعر الخفيف تعاني من مشكلة إنه الشعر ممكن ينزل على الوجه ويسبب لنا مشاكل. طبعاً حتى نخلص من هذه المشكلة بعد الحمام مباشرة إنه دائماً نصفف شعرنا عكسياً، يعني الفكرة من عنده إنه بدل ما نشسور الشعر بهذه الطريقة نقلب شعرنا وننشف الجذر 100%. إذا نشفنا الجذر 100% راح نشوف إنه الجذر بس ينشف راح يعطينا حجم أكبر والأطراف راح تكون ناعمة بشكل أجمل. هذه حتى نخلص من أي مشكلة ممكن نعانيها بالنسبة للحجم، لكن أيضا يبقى شكلنا طبيعي ومنظرنا دائما جميل. دائما النصيحة حتى دائما تتميز أي سيدة بمنظر جميل لائق بدون مشاكل وبدون أي مثل ما احنا نقول مضار ممكن تأثر على شعرنا، نبتعد عن الشسوار الدائم إلى شسوار مثل ما احنا نقول خفيف أو أشياء بسيطة أو ممكن نقول حرارة معتدلة، لأنه دائما الحرارة العالية ممكن تنشف شعرنا وضرنا ودائما نظهر بعد مظهر جميل ممكن تأثر على شعرنا تقصفه، ممكن أمور كثيرة. لو التزمنا بهذه الأمور راح نشوف أنه دائما منظرنا راح يكون جميل، وأهم شيء مثل ما احنا نعرف تاج المرأة هو شعرها وهو اللي يبرز جمالها، فيا ريت نحافظ على شعرنا حتى نحافظ على جمالنا. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، أنا نلتقيكم مواعيد أخرى، مع السلامة. مشاهدينا مستمرين وياكم بتكملة فقراتنا لصباح هذا اليوم، بس بعد ما نشاهد تقرير لعرض الأزياء الرجالية لموسمي ربيع وصيف 2013 من لندن لنتابع. Thank you.
مرحبا دائما مستمرين وياكم مشاهدينا ويوم جديد. وفي حوارنا لهذا اليوم حتكون ضيفتنا الفنانة التشكيلية رنا الطائي. انضمت معنا في الاستوديو ضيفتنا الفنانة التشكيلية رنا الطائي. صباح السعيد وأهلا وسهلا. صباح الورد أهلا وسهلا. نورتينا اليوم. اليوم حديثنا حيكون عن الحركة التشكيلية في العراق والفن التشكيلي بشكل عام. تلاحظين هل هو يحتاج إلى تطور أم هو بادئ في خطوات من أجل أن يكون هو مواكب لما يحدث في العالم أو يفرض وجود واسم ضمن الفن التشكيلي العالمي؟ هناك فنانين وحركة تشكيلية عراقية أثبتت جدارتها. طبعا الآن نهضة تشكيلية واسعة بالعراق، تعرفين ضمن بغداد عاصمة الثقافة 2013، لكن نفتقر إلى قاعات العرض، يعني نحتاج إلى نهضة أكبر. يعني نبدأ بأول مشكلة، إحنا ما حابين نبدأ بمشاكل، لكن قد يكون هو العائق الأول. إحنا في عام 2013 وبغداد عاصمة الثقافة العربية لهذا العام، وما شاء الله نقول عندنا كثير من المبدعين الفنانين التشكيليين، لكن قاعات عرض قليلة محدودة أم غير موجودة؟ لا موجودة، لكن نفتقر يعني إلى قاعات العرض العالمية والعربية. كيف ممكن المفروض تكون يعني إذا تواجدت في بغداد أو في مدن العراق بشكل عام، ليس فقط في بغداد، لأن الحركة التشكيلية العراقية من الشمال للجنوب، يعني المبدعين موجودين في كل مدينة عراقية، المفروض كيف تكون القاعات اللي ترتقي بالمستوى العالمي؟ نظام عرض معين، إضاءة معينة، تصميم معين، كيف؟ يا ريت حتى المشاهد والمتابع للفن التشكيلي يكون على دراية. قاعات العرض الآن فقيرة جدا، تفتقر إلى الإضاءة، تفتقر إلى المواقع. طبعا الموقع يعني شيء رئيسي بقاعات العرض. احنا اللي نشوفه بالعالم يعني تطور دائم وتجدد، لكن بالعراق لا، نفتقر إلى هذا الشيء. يعني أتمنى يعني وزارة الثقافة أو المعنيين بهذا الخصوص يعني يطورون من جاليريات العرض أو الإكثار منها. طيب هذا فيما يخص وزارة الثقافة، يعني مفروض بأن تكون هناك اهتمامات أو إيجاد قاعات العرض على جانب الحراك الشخصي أو المهتمين بهذه النشاطات التشكيلية. موجودة قاعاتها على مستوى جيد حتى على شكل شخصي كمعارض أو جاليري، ما زال هو بشكل بسيط، مو بالمستوى الطموح ليرتقي بالمادة اللي موجودة من خلال اللوحات أو الأعمال التشكيلية. هنا قاعات عرض موجودة نعرض بها احنا كفنانين تشكيليين. هناك قاعات جيدة وهناك قاعات دون المستوى المطلوب، يعني نتمنى ان يتطور مع التكنولوجيا الحديثه، مع يعني تواكب العالم. ان شاء الله ان شاء الله تكون بنهضه، وان شاء الله يعني المعنيين يكون مسؤول. التمني يجب ان يكون سعي، مو فقط تمنيات، يعني بالاخص انتم يمكن قد تواجهون بعض الاحيان حالات من الاحباط، يعني قد يكون دائما هو الفنان مرهف الاحساس وفي داخله مكامن من الابداع كثيره، من يحب ان يعرضها او يقدمها او يوصلها للعالم او المتلقي، بدأ يكون متلقي محلي ومن ثم يصل للعالمية. إذا حس بصدام أو عدم وجود الأدوات الصحيحة حتى يقدم هذا الإبداع بشكل صحيح، هتكون خيبة أمل. خيبة أمل قد تكون للبعض تراجع، قد تكون للبعض تحدي. ما شاء الله عليك، أنت نشطة جدا بهذا المجال وعندك إصرار، وقد يعني حسب تجربتك اللي مريتي بها، ظروف ساعدتك أو أنت كنت صنعتي الظروف. يا ريت تتحدثينا عن هذه التجربة اللي أنت عشتيها، وكيف إذا هو نضال فني كان موجود عندك ناضلتي من أجل أن تقدمين أعمالك، تحكين حتى تكون للشباب وحتى مو فقط للشباب اللي عندهم هذا الإبداع والموهبة، كيف ممكن أن يمشون على نفس الخط ويقدموا إبداعهم؟ رنا الطائي فنانة تكتنز الكثير بداخلها، لكن بسبب الظروف اللي مرت بالبلد أكيد كلنا عشنا نفس الظروف، قدرت أتحدى الصعاب، قدرت طبعا بفرشاتي وألواني. شوفيني يعني ما توقفت عند حد، اشتغلت كل الظروف، كل
يعني بحلوها أو بمرها، إلى أن وصلت إبداعي وقدرت يعني من خلال تجربتي وخلال يعني مثابرتي أن أقيم مؤسسة فنية هي أيضا ترعى الفن التشكيلي والثقافة بصورة عامة. قدرنا نوصل إبداعنا وقدرنا نتحدى الصعاب حتى نثبت أن المرأة أو الفن التشكيلي ما زال، وأن الفن العراقي ما زال يعني موجود، بأنه إحنا يعني الفنانة رافد الدياني هو اللي يوضع الحرف الأول واللمسة الأولى بالفن، فإحنا نسرب خطى أكيد وإن شاء الله نوصل إلى أعلى المستويات إن شاء الله. يعني متوصلون أن هذا استحقاقكم. طيب في البداية حطيتي نقاط أو خطوات معينة قلتي أبديها خطوة بخطوة، أم هي كانت يعني مع تخطيط بسيط مع صدف مع حظ، أم مثل ما ذكرتي هو إصرار؟ هذا الإصرار أكيد حيكون في يعني صوب توجهك، حيكون هدف. شنو هو كان الهدف وشلون وصلتي إلى؟ بعد ما وصلتي إلى أصبح هدف آخر لو اكتفيتي بما وصلتي إلى؟ بالبداية كانت مشاركة ضمن معارض مشتركة مع زملائنا، طورناها إلى أن أقمت معرض مشترك مع زميلي فنان أحمد الزعيم. كانت هذه خطوة جميلة ويعني ما زالت يعني من أستذكرها أحس يعني أنه أنا يعني إنسانة شجاعة وقدرت يعني من المعارض المشتركة إلى معرض ثاني، وإن شاء الله معرض عندي يعني قادم جديد راح يعني هي الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، أنا بديت صغيرة وإن شاء الله أوصل. إن شاء الله يعني أنت بدأتي قد يكون بالعمر صغيرة لكن بعطائك كبيرة وتستمرين بهذا العطاء ويكبر ويصل إلى العالمية. طيب إحنا في بداية حديثنا كان عن كيفية نطور الحركة التشكيلية في العراق، ومثل ما ذكرت كثير موجودين من الشباب وحتى الرواد، هناك نشاط هناك حركة لكن لحد الآن يمكن لم تترجم بالشكل الصحيح. برأيك إذا كانوا المعنيين عفوا المسؤولين في وزارة الثقافة، ما المفروض عليهم أو مو المفروض كيف يكون تعاونهم من أجل أن تكون هذه الحركة تصل إلى مستويات راقية، وحتى بالنسبة لي على الصعيد الشخصي كل فنان كيف ممكن أن تتعاونون فيما بعض يعني مع بعضكم حتى أيضا تطورون هذه الحركة التشكيلية؟ خصوص وزارة الثقافة والمعنيين هو توفير الجاليريات، توفير يعني الدعم للفنان حتى الفنان يقدر يستمر يقدر يبدع أكثر. بالنسبة لنا كشخصيا إحنا ندعم نفسنا بأنفسنا، فإحنا يعني الإبداع ما يتوقف عند حد، وأكيد يعني إحنا من نشتغل نجسد تراث بلد أو حضارة حتى تستمر وما يصير قطيعة. فأني من جسدت معرض صندقتش كانت 15 حكاية بغدادية يعني أحيت بها التراث البغدادي، والآن أنا بصدد إقامة معرض عن الحضارة العراقية رح يعني أتناول جانب الحضارة، لأن حضارة العراق حضارة متداولة وما نريد معالم حضارتنا تختفي، فإحنا هذا يمكن أبسط شيء نقدم البلدنا. حلو تكون هذه هي الرسالة والروح اللي تبحثين عنها أجل أن تتميزين بها، وأنت مؤمنة بضرورة بقائها وتوظيفها من خلال الأعمال. باعتقادك بأن كل فنان يجب أن يكون عنده يعني في ضمن مشاركاته في معارض مشتركة أو حتى معارض شخصية أن يكون اهتمام بالجانب التراثي أو ما نمتلكه من حضارة عريقة أن نسلط الضوء عليها من خلال ولو حتى عمل واحد، لو مو بالضرورة لازم أن يتميز كل فنان بلون أو أسلوب أو فكرة معينة؟ هو كل فنان يمر بمرحلتين، مرحلة دراسية هذه المرحلة اللي يشتغل كل الاتجاهات الفكرية، بعدين بالنتيجة راح يستقر على أسلوب معين يميز عن باقي الفنانين، فاللي أكيد يعني تكون هوية خاصة بي، فيعني مو شرط يعني يتحدد بموضوع معين، أهم شيء أن يوصل إبداعه المتلقي أن يوصل أو يبث رسالته بصورة صحيحة. هذا اللي نحتاجه. طيب من خلال هذه المشاركات والنشاطات اللي تقومين بها قد يكون دائما مسلط الضوء على موضوع المرأة بالتحديد، أن تكون هي بارزة أو تحب أن تخوض مجالات فيها إبداع في المجتمع، يكون هناك ترحيب، يكون هناك تعاون، يكون هناك نوع من الصد أو وضع العراقيل، أم آدم هو متعاون مع حواء في مجال التشكيلي؟
المرأة رافدينية مبدعة وما يحدها حدود. احنا شفنا المرأة دخلت بكل مجالات الحياة والمجال التشكيلي بالأخص، يعني قدرت تثبت وجودها خلال فترة. هناك من يحاول تهميش المرأة، لكن المرأة العراقية لا يمكن أن تهمش، قدرت توصل وقدرت تبث إبداعها. وهذه الرسالة الإنسانية يعني أكيد رح تستمر بيها، وأني منهم، من الفنانات العراقيات اللي أحب أوصل إبداعي يمكن أبعد نقطة بالأرض. حلو هذا الإصرار، لأن بالنتيجة هو حيوصل إلى الطموح أو لغاية الطموح، وحتى يكون هو قد البعض يقول بأن خلي هدف من أوصل أكتفي، لكن الإنسان الطموح كل ما يوصل إلى هدفه يحط هدف أبعد حتى يكون بمجال الإبداع أكثر. طيب فيما بينكم أنتم فنانات تشكيليات، أكو تعاون، أكو قد يكون يعني معارض مشتركة، أكو نوع من الجلسات من خلالها يكون انتقاد أعطاء رأي أو حتى ثناء على يعني على أعمال قدمتوها، لو ما زالت هذه الروح يعني نقول هي جلسات ثقافية تكون صعبة بأن أتقبل أحد ينتقدني أو أنا أنتقد أحد، ما حيكون بها تقبل؟ لا بالعكس، النقد البناء موجود، هناك من ينقد أعمالي بصورة سيئة أو صحيحة. بينكم فنانات، فنانات أيضا هناك تعاون مشترك بيننا. أنا يعني إذا أشوف زميلتي ممكن أن أقاومها أو ممكن أن أرتقي لمستواها. حلو، يعني ممكن أكو تعاون مشترك بين الفنانات. طيب من ضمن ذكرتي أنت الأعمال التراثية وحتى الحضارة العراقية هي جوهر أعمالك، تحبين دائما تكون هي حاضرة. المرأة لها دور وهي أيضا تعتبر عنصر وجوهر في أعمالك، لو ممكن هي تكون حسب توظيفها بالفكرة، لو هي تكون أساسية؟ لا، المرأة هي جوهر أعمالي، إن أني مرأة وأحب أجسد معاناة مرأة أو سعادة مرأة، فكل أعمالي لازم تكون بها المرأة. طيب كيف تخاطبين آدم من خلال أعمالك؟ أخاطب آدم من خلال أعمالي. هذه لوحة الخليقة، هذه لوحة أني جسدتها يعني بتلاحم بين آدم وحواء، لأنه أكيد حواء ما تقدر تبدأ إذا ما يكون آدم بحياته، لأنه يعني هو الملهم آدم. فأني يعني أخاطب آدم أقول له إنه المرأة كائن جميل، إذا لم يعني يكون هناك اهتمام من آدم ما راح تقدر توصل إبداعها. حلو، بنذكرين الملهم هو آدم، هل هذا من نوع من باب الأرفان والامتنان إلى آدم سواء كان هو الوالد أو الأخ أو هو الزوج، من هو الملهم بالنسبة لرنا الطائي؟ الملهم هو أستاذي الأول وزوجي دكتور محمد الطائي، تحياتنا إلى جميل. يعني يمكن أذكرها دائما بأن يكون الرجل هو مع المرأة وهو رفيق مشوار وحياة وحتى رفيق يكون بالإبداع، إذن هو ملهم في كثير من الأعمال، له هو الدافع الأساسي من أجل أن تكوني مبدعة. هو أستاذي في كلية الفنون الجميلة، طبعا حفزني على أن أستمر بالفن وما زال يحثني على كل شيء جميل ودائما يشجعني ويشيد بأعمالي، هذا فشي يعني حافز جميل. ينتقد بعض الأحيان؟ أكيد انتقاده صارم يكون. أكيد تتألمين من الانتقاد؟ يعني غير ما يكون من ناقد، يعني كونه هو الزوج فمن يكون انتقاد وهو أيضا أستاذ، يعني رأيه قد يكون هو بالنسبة لك مرتبة الأولى. صحيح أنت يعني تهتمين لكل الآراء اللي تكون بناءة، لكن يكون من عنده حيكون رد فعل سلبي، لو تحاولين تتحدين نفسك حتى لا تحصلين على كلمة جميلة من عنده وإطراء. هو بالبداية من تكون من السكيتش الأولي يطلع عليه إلى اللون إلى يعني مراحل التنفيذ، فأكيد يعني يكون على أول بأول بأعمالي، فإذا انتقدني سلبا فهو تقويمي أو انتقدني إيجابا أكيد يشجعني أكثر. طيب بالمقابل أنت أيضا هم تتابعين أعماله، ممكن تنطين آراء أو حتى انتقاد، لو صعب لأن تعتبري أستاذ فصعب بأن التلميذة بأن تعطي ملاحظة لأستاذها؟ لا بالعكس، التلميذ من ينطي ملاحظة لأستاذ هذا فشي يعني يمكن يزيد شرف أو يزيد يعني، لأن التلميذ يمكن ما يشوف اللي يشوفه الأستاذ، فأكيد يعني يتقبل بروح رياضي. يتقبل. طيب نتحدث عن مجمل المعارض اللي شاركت بيها والمقبلة عليها. أنا شاركت معارض مشتركة كثيرة يعني مع زملائي، يمكن أكثر من 50 معرض،
والمعرض الأخير هو معرض صندقشي ضمن بغداد عاصمة الثقافة مع زميلي أحمد، أوجه له تحية. طبعا اختاريت الزميل أحمد لأن أحمد حسه يعني فنان قدر يعني يستغل خامة وقدر يبدع بيها وقدر يوصل يعني إبداع المتلقي يعني بسهولة. معرض هو مشترك؟ نعم مشترك. اتفقتوا على الأفكار وضعتوها لو كانت هي فضاء حر وأيضا الأفكار أيضا حرة، وبنتيجة كل منكم جسد أفكاره بدون أن الثاني؟ لا أكيد كانت خطة أولية. هي أول كانت وليدة يعني من رحم فكرة وليدة مؤسسة ميزو أبو تامية، لكن رحناها إلى وزارة الثقافة وكان يعني الأمين العام دكتور محمد هو يعني مطلع عليها على كل الأعمال. إحنا اختارينا يعني التراث البغدادي، لكن أني خامة كانفاس أكريليك على كانفاس، وأحمد اختار يعني خامات مختلفة حرق وجلد. فكانت التقينا بمنطقة التراث البغدادي. التراث البغدادي مع أجمل يبقى هو روح جميلة في كل وقت، وأيضا الحديث معك جميل جدا، لكن للأسف انتهى وقت فقرتنا. كنا سعيدين بحضورك اليوم معنا في يوم جديد. الفنانة التشكيلية رنا الطائي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم، شكرا لإتاحة الفرصة. يوم سعيد. شكرا جزيلا. مشاهدينا كان حديثنا في حوار اليوم مع الفنانة التشكيلية رنا الطائي، ومررنا على الحركة التشكيلية في العراق وكيفية تطويرها، وأيضا عن مشوارها كيف كان في إصرار وتحدي من أجل أن يبقى الإبداع في أرض العراق. انتهت هذه الفقرة، لكن مستمرين معكم ويوم جديد. جديد مشاهدينا الأحبة، ومن خلال متابعتنا وتغطيتنا لكل الأحداث المهمة وتحديدا الأحداث الرياضية، حيكون معنا عبر الهاتف وتحديدا من تركيا موفد قناة رشيد الفضائية الزميل حسين قاسم من هناك من أجل تغطية أحداث ووقائع كأس العالم للشباب. صباح الخير حسين. صباح النور لك يا زهراء ومشاهدينا رشيد الفضائية، ومبروك الانتصار اللي حققه فريقنا الشبابي بالأمس. فعلا مبارك للجمهور الرياضي ولمنتخبنا ولكل المتابعين. نعم للأسف انقطع الاتصال، كما تعلمون المشاهدين يعني هذه مشاكل الشبكة، إن شاء الله نعاود ونأمن اتصال مع زميلنا حسين قاسم. وهذه الفرحة اللي كللت يوم أو ليلة يوم أمس بفوز منتخبنا الشبابي مع نظيرة المنتخب المصري الشقيق، كانت مباريات قوية وأيضا مثيرة وجميلة جدا، اتكللت بفرحة العراقيين وأمننا بشبابنا بأن يستمرون بهذه المسيرة التصاعدية من أجل إن شاء الله تكون المباراة القادمة مع المنتخب الشيلي قد يكون هو المنتخب الأقوى ضمن هذه المجموعة، لكن إن شاء الله يكونون أسود الأفيدين أو هم يكونون هم اليوث ما زالوا والشباب يكونون هم الأقوى ويفرضون سيطرتهم على هذه المجموعة ويتصدروها إلى المرحلة المقبلة. هذا اللي نتمنى كل الموفقية لشبابنا في نهائيات كأس العالم للشباب. العب يا المعدل بالساحة والثلة، العب يا المعدل بالساحة والثلة، قلب الوطن مكسور ادر انت ما تقبل، وقلب الوطن مكسور انت ما تقبل. العب يا المعدل بالساحة والثلة، العب يا المعدل بالساحة والثلة، قلب الوطن مكسور ادر انت ما تقبل، وقلب الوطن مكسور
زلم خشنا نفوت وابد ما نخاف ابن زلم خشنا وكاس البطولة لنا ما بيها يمنا وكاس البطولة لنا ما بيها يمنا نفوت وابد ما نخاف ابن زلم خشنا نفوت وابد ما نخاف ابن زلم خشنا خصمنا نكون ما يهمنا حد الموت بساحة خصمنا نكون ما يهمنا حد الموت نوقف نصيح بصوت بنا اللي قابلنا ونوقف نصيح بصوت بنا اللي قابلنا بساحة خصمنا نكون ما يهمنا حد الموت بساحة خصمنا نكون ما يهمنا حد الموت نوقف نصيح بصوت بنا اللي قابلنا المشاهدين هي فرحة كل العراقيين فرحتنا هي بكرة القدم نتمنى بأن تستمر هذه الفرحة مع شبابنا وكانت فرحة يوم أمس فرحة كبيرة وإن شاء الله المباراة القادمة تكون فرحة بعد أكبر ويكون ملاقات المنتخب التشيلي تكون بالمستوى ونثبة بأن هذا هو منتخب المستقبل اللي ممكن الاعتماد عليه وإن شاء الله نصل إلى مراحل النهائيات يعني متقدمة في المباريات النهائية نتمنى تكون لمنتخبنا فرصة جيدة ومهمة وأيضا نتمنى بأن نأمن اتصال مع زميلنا حسين قاسم لكن هذه مشكلة الشبكة كنا حابين نتعرف على كيف هي كانت الفرحة وإحنا نتمنى تكون الفرحة مستمرة وأيضا نتمنى من شبابنا بأن هذه الفرحة تكون رد فعل إيجابي ويكونون هم أقوى مصرين على إحراز الفوز في المباراة القادمة ما يكون نوع من الشعور بأن خلاص هم مسيطرين وإحنا متمكنين لا يكون إصرار بأن المباراة القادمة هي حتكون أهم حتى نصدر المجموعة
عودنا تأمين اتصال مع زميلنا حسين قاسم. صباح الخير مرة أخرى حسين، ويا ريت توضح لنا وتشرح لنا كيف كانت هي الفرحة يوم أمس بفوز منتخبنا على المنتخب المصري، ومع الأسف مرة ثانية انقطع الاتصال لمشكلة الشبكة. مشاهدينا أنتم أدرى بواقع الحال، مع هذا يبقى تمنينا بأن يكون المعنويات هي بتستمر من أجل إحراز الفوز مباراة القادمة. فرحة مباراة يوم أمس ونتيجتها تنتهي ونبدي بداية جديدة وتحضيرات، والأكيد بأن المدرب حكيم شاكر هو حيكون على استعداد تام ويضع خطة مناسبة من أجل ملاقاة المنتخب الجيلي، وتكون نتمنى تكون هي فعلا مفاجأة المجموعة، يكون المنتخب الأول في هذه المجموعة هو المنتخب الشبابي العراقي. نتمنى من كل شبابنا بأن يحملون هذه المسؤولية ويعرفون بأن كل العراق معهم بدعواتنا بتمنياتنا بأن تكونون أنتم الفرحة المقبلة لهذا الشعب بكل ما مر من ظروف. أنتم تكونون فرحة العراق، محتاجين هذه الفرحة، محتاجين الفوز، وإن شاء الله نصل للمباراة النهائية. قد يكون هذا أملنا، لكن إن شاء الله يكون هو استحقاق العراق، ومثل ما ذكرنا إن شاء الله تكون الاستعدادات هي في أتمها وتكون أفضل ما يكون. يجوم يسجل أهداف ما يدرون لا ما يدرون يرفع الغيرة ما يخاف ما يدرون يقولون الوسط عندهم لواعيب ما يدرون ما يدرون وسط ما قبالهم طيب ما يدرون لا ما يدرون اجيت حجة نفسك بموقف صعب هذا العراق ابو اللعب شوف القهر شوف القهر العراقي ماكو مثله بالسحة من ينزل اسد اللعب فن ودقدقه وشوف القهر شوف القهر هاي الساحة بالمليقة مرة ثانية ثالثة أمن الاتصال مع زميلنا حسين قاسم. مرحبا حسين. ألو ألو حسين تسمعنا؟ أي نعم أسمعك يا زهراء. نعم صباح الخير عليك ومبارك هذه الفرحة بفوز منتخبنا. يا ريت تحدثنا وتصف لنا كيف كانت هي الأجواء يوم أمس وما هي الاستعدادات من أجل ملاقاة المنتخب التشيلي. زهراء بالبداية أكرر مباركتي للشعب العراقي ولجمهور قناة الرشيد بصفة خاصة ولسادر برنامجنا الصباحي. الاحتفالات العراقية انطلقت مع صافرة الحكم السلوفيني ولم تتوقف حتى ساعات متأخرة يعني من الليل حتى أذان الفجر. العراقيين ملأوا شوارع أنطاليا يحملون الأحلام العراقية ويرقصون فرحا، منهم من أتى بسيارته الخاصة، منهم من استأجر سيارة وهو يرافق سيارة الوفد العراقي سيارة المنتخب العراقي وصولا إلى الفندق فندق الإقامة. اللاعبين بصراحة على وجوههم ومحياهم الابتسامة وأكدوا أنهم ماضين ومتحضرين لمباراة تشيلي وهدفهم هو الحفاظ على زعامة المجموعة من أجل البقاء في أنطاليا وعدم الخروج إلى مدينة أخرى في الدور الثاني كما إذا سهلوا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب مع هذه الفرحة يعني إحنا يعني قد يكون تخوف عند الشارع الرياضي بأن قد تكون هذه الفرحة تم عليهم ويقولون إحنا خلاص مسيطرين وقد يقل المستوى، لو هم لا مصرين بأن فرحة يوم أمس تنتهي مع بداية صباح هذا اليوم ويبدون استعداداتهم من أجل ملاقاة المنتخب الشيلي. طبعا زهراء انا في منطقه الاعلاميين فيها يجلسون الاعلاميين الشيليين والانجليز، مدرب منتخب تشيلي متاخر اكثر من اعلامي تشيلي يشخص اداء الفريق العراقي من سلبيات وايجابيات ومهارات فرديه. بالامس في المؤتمر الصحفي اللي تلى المباراه قال المدرب ربيع ياسين انا بطل افريقيا والعراق وصيف اسيا، لكن العراق يملك سلاحا فساكا هو المهارات الفرديه العاليه. اشاد كثيرا بمنتخبنا
وقال أتمنى لهم التوفيق والوصول إلى مراحل متقدمة. بالنسبة لمباراة تشيلي التحضير منذ اليوم، اليوم الساعة 6:30 بتوقيت بغداد الحبيبة ستنطلق الوحدة التدريبية على ملعب فيسانيه في مدينة أنطاليا بقيادة المدير الفني الكابتن حكيم شاكر. طيب حسين، استعدادات المدرب حكيم شاكر نعرفه بأنه دائما يحمل كثير من الخطط والمفاجآت، وحتى التكتيك قد يكون يفاجئ به الفريق الخصم. استعداده للمباراة القادمة وقراءة المباراة القادمة، هل كان لك مع حديث عرفت منه كيف هي حتكون؟ هناك خطة معينة، هناك تفكير من أجل تكون نحسم الفوز قد يكون من الشوط الأول أو من خلال خطة معينة؟ نعم زهراء، بالأمس أيضا في المؤتمر الصحفي قال الكابتن حكيم شاكر أنا تعمدت أن أريح بعض اللاعبين تحاول تحسبا لمباراة من أمام تشيلي. مباراة المنتخب العراقي أمام الشقيق المصري كانت مخروقة لدى الطرفين، الفريقان التقيا في المغرب قبل ذلك وفي الإمارات في المغرب في بطولة العرب للشباب، أنا كنت حاضر في وقتها وأعرف إمكانيات الفريق المصري وكذلك شخصا الكابتن حكيم شاكر، فلذلك هو عمل إلى إراحة بعض اللاعبين تحسبا لمباراة تشيلي. مباراة من أمام تشيلي ستكون مباراة بخيارين، الفريق العراقي سيلعب بخيار التعادل والفوز. بالنسبة لتحضيراتهم ستبدأ من اليوم تحديدا، ولا أكون مبالغا إذا يعني قلت بالحرف الواحد، بمجرد أن صعد الكابتن حكيم شاكر إلى فاصل المنتخب العراقي قال لهم بالحرف الواحد بعد أن سمعوا أهازيج عراقية رائعة جدا من الجماهير واللاعبون تفاعلوا معها، قال لهم الآن انتهينا من هذه المباراة فلنبدأ بالتفكير بلقائنا القادم. طيب حسين، هل كان المدرب حكيم شاكر راضي عن أداء الفريق؟ نحن نعرف صحيح هم تكون هم أدائهم جيد والشارع الرياضي راضي عنهم والنتائج تكون جيدة من تعادل إلى فوز، لكن صعب أن يرضى المدرب الكابتن حكيم شاكر عن الفريق. كان راضي يوم أمس أم كان عنده ملاحظات؟ بالأمس كان راضي بنسبة كبيرة جدا، كان الخطأ اللي دخل من عنده الهدف المصري يعني في أول الأمر، لكن بعد ذلك استطاع الفريق العراقي أن يعود للمباراة، وهو ما يحسب للكابتن حكيم شاكر أنه عاد مرتين، عاد بالمباراة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي وعاد بالمرة الثانية أمام المنتخب المصري. حقيقة خبر يكاد يكون على شيء مزعج للجمهور العراقي. الكابتن الرائع مهاجمنا الفرد مهاجم المستقبل الواحد كما قال عن الكابتن ربيع ياسين، قال اللاعب رقم 8 في المنتخب العراقي هذا مستقبل العراق في هذا اللاعب، اعتبر امتداد لجيل حسين سعيد واحمد راضي ويونس محمود. بالامس اصيب اصابه خفيفه بالكاحل، نتمنى ان يكون حاضرا ان شاء الله لمباراتنا المقبله امام المنتخب التشيلي. نتمنى الشفاء ويتعافى ويعود الانضمام الى صفوف تشكيله المنتخب ويكون مشارك في المباراه القادمه. حسين يا ريت تبلغ سلامنا وتحياتنا وتمنياتنا لمنتخبنا الشبابي بالفوز بالمباريات القادمه، وايضا للكابتن حكيم شاكر، وشكرا للجهود اللي تبذلها زميلنا حسين قاسم موفد قناه الرشيد الفضائيه، شكرا جزيلا. هذه حديثنا مع زميلنا حسين قاسم، ووضحنا كيف كانت هي أجواء يوم أمس واستعدادات من أجل الملاقاة منتخب تشيلي. جابكم جابكم هذا العراق قبالكم، أبطال أبطال ليلتش الأحوالكم، جابكم جابكم هذا العراق قبالكم، أبطالنا أبطالنا ليلة تشل أحوالكم، إجابكم يا صديق بالخسارة شايل الغيرة شعار، يا صديق بالخسارة شايل الغيرة شعار، كاسلنا كاسلنا وتقولكم داكم، إجابكم إجابكم الكاسلنا الكاسلنا وتقولكم داركم، جابكم جابكم على العراقي، عمي 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 جابكم على العراقي جابكم. مستمرين بفرحتنا مشاهدينا مع فوز منتخبنا الشبابي، وأيضا مستمرين بفقراتنا لهذا اليوم، والوقت القادم حيكون مخصص لفقرة زوديك. أكيد الكثير من المشاهدين منتظرين بأن يتعرفون على توقعات الأبراج وحظوظهم لهذا اليوم، نتمنى تكون حظوظ طيبة وسعيدة للجميع. نكون مع جنان دكتور، نقول صباح الخير واليوم look very nice.
صباح الخير حبيبتي زهرة، وشكرا لكش انت هواية احلى لان انت الشباب والتألق، وبما بمناسبة يعني الشباب والتألق احب اهدي تهنئتي الى منتخبنا الشبابي، وان شاء الله نتمنى له المزيد من التقدم والازدهار حتى يرفعون رأس الشعب العراقي اللي هو دائما دائما منذ القدم في علم الفلك وفي الرياضة وفي كل شيء كان مهد للحضارة، وإن شاء الله دائما نكون في هذا المستوى وأكثر بإذن الرب. طبعا أكيد التوقعات الفلكية لهذه الفترة مع خربطة الخارطة الفلكية لهذا اليوم، في يوم ويوم آخر تتغير الخارطة الفلكية يا أعزائي. البارحة تغيرت الخارطة الفلكية بتراجع كوكب عطارد وبدخول المشتري إلى برج السرطان. اليوم تغيرت أيضا الخارطة الفلكية بتحرك كوكب الزهرة وهو كوكب الجار والتوأم للأرض، الكوكب الذي يدور عكس عقارب الساعة، الكوكب الذي أيضا ذبذباته إيجابية، يعني كوكبين ذبذباتهم إيجابية مسؤولة يعني دخلت إلى أبراج معينة. إن شاء الله نتمنى أنه دائما الذبذبات الإيجابية هي اللي تنبث والسلبية شوية تتوقف. أكيد دخول الزهرة إلى برج الأسد الناري، هذه بشرى لمواليد برج الأسد الناري، نقول هذه الفترة بالنسبة لكم راح تكون جيدة جدا. مع دخول الزهرة إلى برج الأسد، عدا كون هذا تشكل في الزاوية معينة مع برج العقرب اللي موجود في زحل في حالة التراجع، لكن تشكيل الزاوية شوية راح يكون متأخر. بالنسبة إلى الأبراج المستفيدة من دخول الزهرة هذا اليوم إلى برج الأسد، هي 1 مواليد برج الحمل، 2 مواليد برج القوس، 3 مواليد برج الأسد، 4 مواليد برج الدلو، 5 مواليد برج من مواليد برج الميزان. طبعا أكيد هذا التأثير إن شاء الله راح نتحدث عنه في يوم السبت إذا سمحت لنا الظروف وإرادة الرب أرادت أنه نلتقي. اليوم نتكلم عن دخول القمر في مسار، في خلو مسار، وهو يقطع خلو المسار لكي يدخل إلى برج الحوت. أكيد لهذا الدخول كلام، وإذا على هالأساس راح تكون الخارطة الفلكية للي يحب يعرف الخارطة الفلكية، ولمولود هذا اليوم ليولد هذا اليوم 27/6 راح تكون الخارطة الفلكية بالنسبة إلى شنو هي. أولا الشمس موجودة في برج السرطان، ثانيا كوكب عطارد بدأ حركة تراجعية في برج السرطان تستمر لغاية 20 تموز، 3 كوكب الزهرة دخل إلى برج الأسد الناري، 4 المشتري موجود في برج السرطان في درجات الأولى جدا، و5 كوكب المريخ موجود في برج الجوزاء، 6 كوكب زحل موجود في برج العقرب، 7 كوكب أورانوس في برج الحمل، 8 كوكب نبتون متراجع في برج الحوت، لغاية 20/9 كوكب بلوتو موجود وفي حالة تراجعية في برج الجدي لغاية 9. 10 القمر دخل خلو مسار إلى من؟ إلى برج الحوت. إذن في هذه الحالة، في حالة تشكيلة إلى زاوية سلبية مع أحد الكواكب، لا تصلح هذه الفترة لعمل أي شيء أو البدء بأي مشروع. فهل هناك كوكب يعني في يقابل هذا الموضوع؟ نعم هناك كوكب، هو كوكب المريخ الموجود في برج الجوزاء يضادد القمر. إذن هذه الفترة فترة خلو المسار تكون غير صالحة للبدء بأي شيء. يدخل القمر إلى برج الحوت، فنقول لمواليد برج الحمل، قد تشكون من بعض الضغوط أعزائي مواليد برج الحمل وشيء من التراجع النفسي أو الصحي، صحتكم أو صحة أحبائكم قد تحتاج إلى
عناية. خلو المسار لبرج الحوت ودخول القمر في برج الحوت ليس في صالحكم، حاولوا قد الإمكان أنه تحافظون على شلون نقول استيم الحياة الطبيعي، لا تحسمون أي قرار، انتبهوا إلى غذائكم. قسم من عندكم عنده مشاريع كبيرة قد يغض النظر عنها في هذه الفترة، وهو المفروض يعني حاول قد الإمكان أنه تتعايش هذين اليومين ضمن النطاق الروتيني فقط. إن شاء الله يدخل القمر إلى برجك ويكون كلام آخر. يوم 29 مواليد برج الثور، نقول الفترة بالنسبة لك مناسبة جدا عزيزي، الأصدقاء يلعبون دور كبير في حل مشاكل بالنسبة لك، أو قد تتعرف على وجوه جديدة ممكن أنه تساعدك في المضي قدما في حياتك. ليس فقط الأصدقاء، قد تكون أنت عنصر فعال في مجال الصداقة، دي عجبك التغيير، دي عجبك الخروج من المألوف، فحاول الترفيه عن نفسك. خبر سار ممكن تسمعه عزيزي الثور في هذه الفترة. مواليد برج الجوزاء، نقول عزيزي مولود برج الجوزاء المهنة على المحك، من منكم يريد أن يقدم مستندات تخص المهنة أو بدأ عمل جديد فليتفضل، لأنه اليومين مناسبة إن شاء الله، ويعقبها مسائل اجتماعية ونجاح اجتماعي إن شاء الله تكون موفق بها. لكن الموظف والمرتبط حاول أن تكون أكثر صبرا مع رؤسائك في العمل، وتعاون قد الإمكان وكن تحت الضوابط والقوانين، لأنه هذا رح يكون في صالحك أكثر مما تثير التوتر. لمواليد برج السرطان، نقول من منكم على عتبة السفر، فسفرة راح تكون موفقة، سفرته موفقة، اتصالاته أيضا موفقة إن شاء الله. الطالب الدراسي ممكن أن يستوعب المعلومات، وكذلك اللي دا يراجع من عندكم طبيب ويأخذ العلاج في هذه الفترة راح يتمثل بجسمه إن شاء الله. حاولوا قد الإمكان أنه تستفيدون من هذا التواجد القمري، لأنه رح يساعدكم في أيام إيجابية موفقة. مواليد برج الأسد، نقول لك هنيئا دخول برج كوكب الزهرة إليك، لكن في نفس الوقت الفترة هي بالنسبة إليك القمر يقول مالية، أنت تفكر في المال أو قد تحصل على المال بطريقة ما، إما عن طريق الاقتراض أو سداد ديون أو شيء من هالقبيل، إذا كان عندك معاملات في مصرف أو 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 أي شيء يخص العمل والمال، فستكون فيه موفقا يا عزيزي. مواليد برج العذراء، نقول عزيزي كن أكثر صبرا مع شريك العمل وشريك العاطفة، قد تشكو يعني من توعك صحي. الوضع العام بالنسبة لك وتأثير القمر مع تراجع نبتون يقول لك ستكون خارج المزاج، مزاجيتك راح تكون عصبية عدوانية اجريسيف، يعني معنى هذا انه حاول انه تبحث عن من يرفهك، لا تحتك بأحد، حاول انه تقتضب شلون نقول نق او مثلا نخنق المشكلة وهي في مهدها قد الامكان، لانه قد تتطور فيما بعد الى اشياء احنا ما نريد انه تتطور بيها. اصبر هذين اليومين وان شاء الله دخول القمر الى برج الثور راح يساعدك كثيرا. التاثيرات الايجابيه ان شاء الله راح تكون موجوده، نتكلم عنها في الايام اللاحقه. لمواليد برج الميزان، نقول بيت الصحه شويه قد تشكو من توعك صحي، اضافه الى هذا قليل من عدم التركيز. صحتك أو صحة أحد أحبائك محتاجة إلى ماذا؟ إلى رعاية واهتمام. كن أكثر صبرا مع زملاء العمل. أكثر من شرب السوائل عزيزي الميزان، وحاول أنه تأخذ قسط من الراحة. لمواليد برج العقرب، نقول الفترة بالنسبة لك عاطفية، حاول أن تحل مشاكلك أو تبوح لشريك العاطفة بما تكنه له من مشاعر، الفترة مناسبة جدا لذلك. إذا كان عندك مشكلة مع أحد الأولاد إمكانية نجاح الحوار معهم
إن شاء الله تكون يومين موفقة بالنسبة إليك. مواليد برج القوس مشاغل وضغوط عائلية أو شخصية على الصعيد الشخصي أو تخص المنزل أو تخص ممتلكاتك وحاجياتك الخاصة، حذاري من أنه تنسفر تشيل لأنه شوية ذاكرتك متشتتة. حاول قد الإمكان تحافظ على حاجياتك. الفترة تتطلب من عندك المسؤولية، حاول في هذه الفترة أنه أضبط أعصابي وأكون قد المسؤولية، لا عيب إذا طلبت مساعدة أحدهم. لمواليد برج الجدي نقول الفترة تقول لك أنت في فترة نجاح اجتماعي، أي شيء يقول لك يمس موضوع تعامل مع الآخرين ستكون به ناجح، فهي حاول أن تقدم أعمالك ومستنداتك وأشيائك اللي تخص المجتمع إن شاء الله راح تكون ناجحة. وكذلك اتصالاتك القريبة والبعيدة. بالنسبة إلى مواليد برج الدلو نقول القمر موجود في بيتك الثاني إن شاء الله، يعني مصاريف طارئة قد تواجهك هذا الشيء، إمكانية حصول على مال أو هدية، يعني حصول على فد شيء من هالقبيل، ما تحصل على مبلغ من المال أو هدية أو إطراء معنوي يرفع من معنوياتك. حاول أنه تحافظ على موضوع الصحة وكذلك الميزانية. مواليد برج الحوت نقول القمر سيكون موجود في برجك عزيزي وستتمتع بيومين جيدين إن شاء الله، حاول أنه تستثمرهم. أسبوع سيكون مثالي تقريبا، إيجابياته أكثر من سلبياته، حاول أنه تكون العنصر الفعال والزهرة الفواحة في داخل أسرتك ومع شريك العاطفة، إضافة إلى هذا مع الناس. إن شاء الله أتمنى لكم الحظوظ والخير والموفقية. هذا ما يقوله التوقع أو الاستنتاج الفلكي، وفوق ذلك الله أعلم. نعم، ميلاد من صلاح الدين، تفضل يا ميلاد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. أبو سعين يعني من ماي برج السرطان. أي؟ وينس؟ أنا سمعت سرطان، أنا سمعت بس سرطان وانقطع الاتصال. أوكي، راح أتكلم عن مواليد برج السرطان. ميلاد حبيبتي إذا كان بإمكانك المعاودة فأنا بكل سرور أستقبل اتصالك الثاني. عذرينا نأسف. ورائد معي من الديوانية، تفضل يا رائد. السلام عليكم. شو الدنيا؟ هلا عين يا هلا بيك. انت شلونك؟ الحمد لله، انا من مواليد برج السرطان. نعم، انت ايضا من برج السرطان. نعم. انت بس 17/7 العذراء. 17/7 انت. عرفتك ما شاء الله. اي رحم الله عليك. البرج الصاعد مات العذراء. البرج الصاعد العذراء. نعم. شنو يعني البرج الصاعد وارقام الحظ مالتي 1 و6 و8 هم شنو يعني؟ 1 و6 و8 والبرج الصاعد شنو تدلل يا ابني العزيز؟ تدلل. واشكرك وان شاء الله تسمعني عن طريق الهاتف التلفزيون. نعم، منى من كركوك. هلا منى. لا تقولوا لي الاتصالات راح تبدي تتقطع، لان دا ظل اقول عطارد دا يتراجع، يعني عطارد يأثر على شبكة الاتصالات السمعية والمرئية والذبذبات كلها، ويسبب ازدحامات بالطرق و و و و الى اخره، فراح تتقطع الاتصالات. اكو احد واحد غيره اللي بعده؟ ما في اللي بعده. يلا اوكي دقيقة اجي منو. زينب. يلا يا هلا بزينب. هلا، السلام عليكم. هلا حبيبتي، يا اهلا وسهلا. يا هلا بيك. انت شلونك يا عيني؟ تسلميني يا وردة. تفضلي قلبي. انا في الاقرب مو داقلكم عطارد، يعني شلون راح اسمع صوتك متقطع؟
كنترول عزيزي الكنترول عماد على الكنترول تسمع لي بس شو تقول زنوبة من فضلك تفضلي زنوبة عندنا نحن السجينة الآن من وين قلت الحق وعندي شهر من يوم السبت لمدة تقريبا 10 أيام فرد عن هاي الفترة شلون هي بالنسبة لي مواليد برج إيش العقرب 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 نعم عندك 10 أيام ماشي حبيبتي ماشي زنوبة نعم نعم شكرا عماد أوكي بالنسبة إلى الأخو الميلاد من صلاح الدين وكذلك الأخ رائد من الديوانية اثنينهم من مواليد برج السرطان مواليد برج السرطان طبعا هناك شيء يقول إنها فترة إيجابية 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 كيف؟ دخول الشمس وبدء سنة فلكية لمواليد برج السرطان اللي هم يعني إن شاء الله كل واحد رح يبدي يتحسس بالتأثيرات الإيجابية من خلال ماذا؟ من خلال دخوله في عيد ميلاده وما فوق إن شاء الله نتمنى لكم سنة فلكية جيدة على الرغم من أنه إحنا متأكدين أنه حتكون سنة فلكية جيدة دخول المشتري والتأثيرات الإيجابية راح تستطيعون من خلاله أنه تعملون وتستقطبون ذبذبات إيجابية جميلة تحقق تمكنكم من أنه تتخذون قرارات إيجابية منكم من يحصل على شفاء منكم من يحصل على دراسة منكم من يهاجر منكم من يحصل على فرصة عمل جيدة منكم من قد يتزوج ويدخل إلى عش الذهبي أعزائي هذه التأثيرات بصورة عامة لكن نجي هنا شنو اللي صار هنا الخلل عطارد موجود ببرجكم هسه عطارد بدأ بحركة هو كعادة كوكب عطارد يتراجع 3 مرات في السنة هذه السنة كل تراجعاته مائية كل تراجعاته مائية يعني التراجع الثاني أيضا راح يكون وين في برج العقرب إذن تراجع كوكب عطارد راح يأثر على من؟ على مواليد برج السرطان ومواليد برج الجوزاء وكذلك العذراء لأن هو كوكبهم الحاكم هذا ما يعني أنه ما يأثر على كل الأبراج لا يأثر بس التأثير الـ 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 الرئيسي المباشر راح يكون هذا فيا عزيزي أنتم بالنسبة لكم أريدكم هذه الفترة شوية تكونون يقظين إذا دخلتوا في موضوع ما حاولوا أنه تكونون كثيرين الصبر لأن راح تجيكم عرقلات لا تفكرون في هذه الفترة ببدء شيء جديد بسفرة بشيء من هالقبيل يعني تخططون لهالمسائل اللي راح يصير بيها أمور تزعجكم ولما أكفد موضوع يزعجني وراح يعلقلني علاش دافود بي أنهي الموضوع كوكب عطارد بعد 20 تموز راح يتقدم في برج السرطان راح يبدي مولود برج السرطان يشعر بالارتياح حاليا دخول الزهرة في برج الأسد يعني تقول لكم يا جماعة برج السرطان أكو ماني فلوس اللي يريد يستحصل على فلوس على شيء من هالقبيل راح يستحصل عليه شيء مالي الإضافة إلى هذا يعني فت كاريزما حلوة عندكم راح تكون كاريزما حلوة ومؤثرة يعني أكو هي تأثيرات لولا يعني تراجع كوكب عطارد في برج السرطان لقلنا أنه الفترة ذهبية لمواليد برج السرطان لكن ما باليد حيلة الفترة تحتاج من عندنا وقت شوية وصبر والله يكون ويا الصابرين هذا الشيء بالنسبة إلى الأخ رائد يقول أني 17/6 أرقام حظي شنو البرج الصاعد العذراء ابني البرج الصاعد يعني الفترة اليوم اللي انت ولدت بيه ولدت يوم 17/7 الساعة اللي ولدت بيها كانت اي سلسلة نجمية في تلك الساعة تتحكم هذا هو البرج الصاعد البرج الصاعد ينطي طباع اضافة الى لوك شكل قليل من التأثيرات قليلا من التأثيرات يعني بس على الغالب مثلا من نشوف واحد نقول هذا بالمية مية طالع السرطان شلون عرفنا من اللوك الشكل
يعني مثلا هسه على سبيل المثال شهد قاعدة هسه بالاستوديو هي مواليد برج الميزان، بس أنطيها لك طالع مثلا جدي، هذا يعني أنه ينطي هذا اللوك، ينطي الشكل إضافة إلى هذا طباع، طباع تأخذ طبع من العذراء وتأخذ طبع من السرطان. هذا هو البرج الصاعد. بالنسبة إلى رقم 1 و6 و8 أجي هسه أشرح لك. رقم 1 يعني في علم الأرقام يعني أنه أنت إنسان صاحب شخصية قوية، قرارك ما تتراجع عنه، ما حد يقدر يقنعك بشيء، شيئا من الاعتداد بالنفس، عندك يعني شلون نقول كرامة وعزة نفس قوية جدا. رقم 6 ينطيك جمال شكل إضافة إلى هذا لمسة فنية مع شوية كسل. إضافة إلى هذا رقم 8 ينطيك تحمل مسؤولية، حب الأسرة، تعلق بالشريك وعدم خيانة. يعني من دا تشوف هيجي مواصفات اش تنطيك؟ تنطيك يعني فت شخصية ناجحة، والإنسان لما يكتشف أنه هو عنده شخصية ناجحة وعنده فت تأثيرات معينة يقدر يعني أنت كسمة اللي عندك فنية ممكن أنه ويا الحالة اللي موجودة عندك تستثمرها توصل بالمستقبل. هذا شيء خاص سبحان الرب ومواهبه اللي ينطيها للإنسان لأنه كريم غاية الكرم. نشكر الرب على كرمه اللي أنطاك هالصفات، اشتغل عليها ابني العزيز وبالتوفيق. الأخت زينب تقول أنا عندي بعد 10 أيام قضية. هي الحقيقة القضية تمشي، بس عندنا كوكب عطارد متراجع بالسرطان، يعني راح تتعرقل بنتي. إذا عندك إمكانية الصبر، يعني إنه هسا أنت تقدميها وتصبرين على العرقلة مالها ما سببين يصير إزعاج، قدميها بهذه الفترة. يعني إذا كان بالإمكان بعد ما ينتهي كوكب عطارد من التراجع يعني يوم 20 تموز يكون أفضل، بس هسا أنت إذا قدمتيها أوكي تمشي، بس شوية راح تمشي بتعب. هذا ما أستطيع أن أقوله لك. الفترة تقول أنه أنت وحدة من الأمور العائلية، شوية مشاكل عائلية راح تتخلصين منها إن شاء الله، وبإمكانك أن تجدي وظيفة. وظيفة نعم أم ملك أي 18/2 الدلو. أوكي أعرف برج الدلو. أي من 10 إلى 11 الصبح يعني تريد طالع. اي 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 يعني يتدلل. امالك اتصلت تقول انه من الموصل، استقبل الكنترول، شاكرا لتعاونهم ويانا. الاخت امالك من الموصل تحياتنا اليك، تقول اني 18/2 اسال عن الصحه. حبيبتي تسالين عن الصحه، الصحه ان شاء الله راح تاخذ مجال التحسن، لكن ان شاء الله من بعد 20 تموز. إذا هسه أنت دا تشعرين بعارض شوية صحي أكيد، لأنه الشمس موجودة في بيت الصحة بالنسبة لمواليد برج الدلو، وكذلك كوكب عطارد بلش يتراجع، ففي الأيام الأقل حظا يعني من يكون القمر وين؟ ببرج الثور، ببرج الجدي، ببرج العقرب، ببرج الأسد، شوية راح تشعرين بشيء من التعب الصحي، لكن لا تخافين أمي، لا تخافين عزيزتي، هذا تأثير بسيط. إذا شعرتي بعارض تتراجعين طبيبي تسوكي، بس الموضوع مو مخيف، سوف تكون النتائج إيجابية. جاية من 10 إلى 11 الصبح نشوف. أوكي قمر، يعني بالنسبة إليش كطالع سرطان يعني كنت عارفة أنا إيش دا أقول. بعد 20 تموز إن شاء الله راح تحس تشعرين بشيء من التحسن، لكن الشيء اللي راح يصير إنه العلاج راح يتمثل بجسمك حبيبتي، لا تخافين أبدا أبدا لا تخافين. طبعا
يعني حمل وجدي. اي اكو متصلة ايضا تقول دا تريد تعرف التوافق بينه، اسمها نور. شكرا نور حبيبتي. التوافق بين الجدي والحمل. طبعا حبيبتي اتمنى لو تتصلين ان شاء الله بي اذا الله راد يوم السبت، اريد تاريخ الميلاد. هسه انت من قلتولي حمل وجدي ماكو توافق، بس من تنطوني تاريخ الميلاد اعرف العشرية اعرف البرج الصاعد، يجوز هذا يرفع من التوافق حبيبتي. اتمنى لو تتصلين بي يا عزيزتي وحبيبتي يوم السبت باذن الرب اذا الله خلانا طيبين، وهالعين وهالعين ان شاء الله، وإلك ولكل مشاهدينا الاعزاء. شهد قاعده بالاستوديو، ايش بدي اسوي؟ تريد تختم البرنامج؟ يعني معناه انه انا خلصت فقرتي. اشكركم واشكر الكنترول هعني اشكركم عبالي اكو متصل لك. أشكركم وأشكر متابعتكم، أتمنى لكم إجازة سعيدة حتى ألتقيكم يوم السبت. أقولكم باي باي. شكرا لجنان حبيبتي. مشاهدينا للأسف انتهى وقت البرنامج لصباح هذا اليوم، انتظرونا يوم السبت بحلقة جديدة من برنامج نيو داي على قناة الرشيد الفضائية. أتمنى لكم ويكند سعيد، إلى اللقاء.